بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة مع. النهاردة الجزء الثاني من حلقة كابتن محسن صالح، أحد نجوم الجيل الذهبي الرائع الحقيقة للنادي الأهلي خلال فترات طويلة جدا جدا من وسط السبعينات وحتى أو من أوائل السبعينات حتى أواخر السبعينات. كابتن محسن صالح، وزي ما قلت لحضراتكم دائما عنوان سهرة مع هو جمهور الأهلي يؤمر، جمهور الأهلي يؤمر. الحقيقة جمهور الأهلي أمر امبارح أن يكون الكابتن محسن صالح، ووافق طبعا الكابتن محسن صالح أن يكون هناك جزء تاني لحلقة أمس، وبالتالي النهاردة هنكون مع حضراتكم بعد قليل ومعانا النجم الكبير كابتن محسن صالح. حكاوي كتيرة جدا جدا، وكالعادة دائما أنا بشكر كل جمهور النادي الأهلي وبشكر كل الجمهور اللي بيتفرج على قناة النادي الأهلي، لولا دعمكم الحقيقة خلال هذه الحلقات الكبيرة والجميلة جدا كنا يعني أعتقد أن الأمور الحمد لله الحمد لله. دعم جمهور النادي الأهلي مخلينا واقفين زي الحديد، واقفين زي الحديد في كل شيء الحقيقة. وبالتالي بما أن كل كلام حضراتكم أن يكون الكابتن محسن صالح معانا في جزء تاني النهاردة على الهواء مباشرة أيضا وعلى نفس الهاشتاج كمان، اسأل محسن صالح، اسأل محسن صالح، هاشتاج كان نمرة 2 امبارح على ترند على تويتر وقت الحلقة أو بعد الحلقة تقريبا بساعة، بفضل طبعا جمهور النادي الأهلي وبفضل كل أسئلة النادي جمهور النادي الأهلي. الترند الوحيد اللي كان فوقينا هو ميسي يعني، فمعلش يعني مفيش مشكلة، لكن في النهاية دائما ما ننتظر جمهور النادي الأهلي ودائما ما نحاول أن نكون عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم في إيه؟ هنتكلم في تاريخ أو بقية تاريخ الكابتن محسن صالح. الحقيقة امبارح اتكلمنا عن حقبة كبيرة من تاريخ الكابتن محسن صالح حتى انتهاء وقت أو أعلن كابتن محسن صالح اعتزاله، ومن بعد إعلان اعتزاله راح الحقيقة كابتن محسن راح واشتغل في قطاع الناشئين. هنبدأ من أول هنا وهنتكلم بقى على فترة الثمانينات والتسعينات وأيضا فترة الألفينات أو أوائل الألفينات حتى توقف الكابتن محسن صالح عن التدريب واشتغل في أو عمل بالوسط الإعلامي. زي ما حضراتكم عارفين الكابتن محسن صالح مش مجرد تاريخ الحقيقة في كلاعب أو كمدير فني كبير وقدير، ولكن أيضا كإعلامي كبير. الحقيقة كان في أحد القنوات، أعتقد قناة أبو ظبي، كان كابتن محسن متواجد فيها دائما خلال 6 أو 7 سنوات، وكان دائما بيمتعنا بتحليله الكبير. هنتكلم مع كابتن محسن في كل هذه الأمور النهاردة في مقارنات. امبارح عملنا مقارنة ما بين هيديكوتي و أو مستر هيديكوتي ومستر مانويل جوزيه، النهاردة هيبقى عندنا مقارنات أخرى مع مدربين آخرين. هنتكلم أيضا عن لجنة التخطيط، لجنة التخطيط كابتن محسن صالح. يعني طبعا في أمور معينة مش هنقدر نتكلم فيها، ولكن هنتكلم الرؤية الشاملة والعامة للجنة التخطيط خلال الفترة القادمة. هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا، وبالطبع هنقرأ كل أسئلة جمهور النادي الأهلي للكابتن محسن صالح. انتظرونا بعد قليل والنجم الكبير كابتن محسن صالح. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بصاحب البيت. الحقيقه امبارح كانت حلقه ممتعه جدا وحلقه ثريه جدا، ثريه بوجود الكابتن محسن صالح ده اولا، وثانيا بدعم كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي كان دائما ما يكون متواجد معانا خلال ساعتين ونص امبارح الحقيقه، وكانوا عايزيننا نكمل الفجر يا كابتن محسن. مشرف ومنور لليوم الثاني على التوالي، ولكن أنا بشكر حضرتك جدا جدا في وسط كم المشاغل اللي أنا عارفها يعني اليومين الثلاثة دول، ولكن حضرتك بتختصنا بوجودك معنا ليومين متتاليين مع بعض. شكرا إسلام. في البداية بحب أهني الأمة العربية والإسلامية طبعا والشعب المصري بالمولد النبوي الشريف، أعد الله علينا جميعا وعلى بلدنا بالخير واليمنى والبركات، وعلى شعب مصر بكل ما هو خير إن شاء الله. تاني شيء إنه يعني النادي الاهلي كان وحشنا قوي كتير بعيد بس ما ينفعش 24 ساعه يعني. انا خلصت منك رحت اجتماع الناس عايزه رحت اجتماع الصبح خلصت بعد الظهر او قبل المغرب ما لحقتش فالناس. وبعدين في حاجه كمان يعني امبارح كام ساعه احنا طالعين؟
ساعتين ونص ثلاثة، ساعتين ونص، وبعدين إعادة النهاردة الظهر ساعتين ونص، وبعدين ظهور دلوقتي الناس هتزهق مني يعني. يقول لك احنا حضرتك هتشوف، انا مش هتكلم، حضرتك هتشوف على الهواء مباشره. وبالمناسبه وروا بقى الكابتن محسن صالح النهارده هاشتاج اسال محسن صالح هيبقى عامل ازاي. يعني امبارح كنا اتنين وكان فوقينا ميسي، بس يعني ميسي مقبول. لا لا مقبول. اكيد مقبول. طبعا اتفرجت على، ولا ما لحقتش النهارده ليفربول ومانشستر؟ لا اتفرجت. اتفرجت اتفرجت. عجبك الماتش يا كابتن النهارده؟ والله عجبني. بالنسبه طبعا احنا كلنا بقينا ليفر عشان خاطر ابننا محمد يعني، بس ما عجبنيش اكتر تلت ساعه. كنا مضغوطين بشكل رهيب، وكان ممكن الماتش يبقى فيها ريمونتادا مره ثانيه. الفريق بالغ في الدفاع وفقد السيطره في الملعب، اعطى فرصه للسيتي ان هو يهاجم ويوصل وتتاح ليه بعض الفرص، ولكن يعني الناحيه القتاليه واضحه جدا عند فريق ليفربول، ودي بقت يعني نقطه اساسيه في كره القدم على فكره. اللي يشوف في الكوره دلوقتي وخصوصا الناس الفنيين، لابد ان هم يغيروا من المفاهيم بتاعتهم. بمعنى؟ بمعنى انه التدريب وعلم التدريب تغير. ما عادش في حاجه اسمها زي زمان نظف المنطقه، ما ترجعش الكره للجول، العب على المضمون، ادي الكره لزميلك في رجله، تلعبش كره في النص اللي مش عارف. دي المصطلحات، دي المصطلحات اللي كانت موجوده في الكوره. الباص من الرجل في الرجل، الباص للجول بره ثلاث خشبات، ولسه بنتكلم في ثلاث خشبات يعني، مع ان الخشبات دي انتهت من زمان. وبعدين تعليمات بتاع زمان برضو، لما يعني تشوف الخط الابيض شمع وشوط، عارف؟ وبعدين لا لا لا، فرق كبير جدا. ما في ناس لسه لغايه دلوقتي بتشتغل بخطه شد حيلكم يا رجاله يعني، ما عادش كل ده. لازم انا رايي كتب علم التدريب اللي احنا بنعلم مدربين عليها لابد انها تمزق. لابد من كتب تانية، علم تاني، لانه التدريب تغير. ما عادش في تشتيت في كوره، بقى دلوقتي بدايه الهجمه بتبدا من حارس المرمى. حارس المرمى اصبح لابد ان هو يكون مهاراته كلاعب كره القدم، لانه هو اول صانع لعب في الفريق. ايوه. فده بخلاف طرق اللعب اللي موجوده دلوقتي، والضغط الرهيب والارتفاع المذهل في مستوى اللياقه البدنيه. يعني علم الاعداد البدني لابد ان احنا في مصر نهتم بيه، لان احنا ما عندناش الكوادر دي بشكل كبير او شكل يغطي الانديه المصريه. يعني لا الكوادر بتاعه الاعداد البدني تكفي، ولا الكوادر بتاع العلاج الطبيعي، ودي ناحيه مهمه جدا تكفي. عشان كده احنا عندنا اصابات كتيره وبتاخد وقت طويل عبال ما ترجع، لانه الخبره او الكفاءه او الدراسات الموجوده في هذا المجال قليلين جدا. العدد ما يكفيش كل الانديه، ودي يعني احنا في كره قدم حديثه لابد ان احنا نستعين بكل ما هو حديث. عشان تستعين بكل ما هو حديث لابد انك انت تستحضر كل العلم الحديث تشتغل بيه، وسيبك بقى من حاجات بتاعه زمان دي والافكار بتاعه زمان. شمع الفتله والخشب والجير لا احنا الجيل بتاعنا وما قبلنا عانينا كتير يعني. طيب محمد صلاح النهارده بالنسبه للكابتن محسن صلاح شفته ازاي في عيون كابتن محسن صلاح؟ في تحسن في مستوى اللياقه البدنيه، وفي المستوى المهاري، وفي مستوى التصرف تحت الضغط. وبعدين احنا مش متعودين محمد يسجل بدماغه كتير، مش هداف بالراس. الهدف اللي سجله النهارده ذكي جدا، لانه كانت يعني كوره جايه من ناحيه عكسيه، ومستوى الكوره مش مرتفع، الكوره كان مستواها يعني متوسط، مش محتاج قفز عالي، وده اللي ساعده لانه سجل. لو هو كانت الكوره عاليه ما كانش هيقدر يتصرف فيها، لان هيخش في صراع مع القلب الدفاع او مع الظهير اللي هو اعلى منه، ودي كانت يعني بقت يعني مشكله بالنسبه للمهاجمين، قصار القامه. لكن هو قدر ان هو يتواجد في المكان السليم وتعامل مع الكره بذكاء وبسرعه وبدقه. في زاويه، وكان اعتقد هدف مؤثر جدا في النتيجه الكليه وفي السيطره اللي كانت ليفربول عليها اثناء المباراه. على الجانب الاخر برضو تريزيجيه النهارده الحقيقه احرز هدف، هو طبعا خسر من ولفرهامبتون، ولكن احرز هدف ماشي بشكل جيد يعني. المباراه السابقه خسر ايضا من ليفربول، ولكن احرز هدف النهارده برضو، جاب جون ولكن خسر من ولفرهامبتون. رايك في مستوى تصاعد اداء تريزيجيه ايه يا كابتن؟
تريزيجيه تأخر كتير، المفروض يكون في المستوى ده ويكون له عروض قوية زي اللي هو فيها دلوقتي من عدة سنوات. أيوه. سبب تأخر تريزيجيه طريقة لعب المنتخب المصري السابقة. يعني كان هو بيلعب بوظيفات مدافع 90% أكتر منها موظيفات مهاجم. حتى أنا كنت بستغرب يعني إذا كان المدرب يعني عايز يدافع طب بيستعمل تريزيجيه ليه؟ طب ما تحطه بره وتجيب قلب دفاع ولا تحط وسط محور ولا تحط ظهير أيسر أو أيمن هيأدي دور دفاعي أقوى من تريزيجيه. لكن إحنا دايما بنضحك على الجمهور، المدرب اللي بيخاف بيضحك على الجمهور بإيه بقى؟ عشان محدش يتهمه أنه هو مدرب دفاعي يقول لك طب ما أنا عندي صلاح وعندي تريزيجيه وعندي أيا كان لاعبين مهاجمين وردة فلة يعني أي حاجة من فدول مصنفين مهاجمين صح، لكن بواجبات دفاعية وكهرباء يعني مصنف مهاجم. يعني أنت عايز تأدي واحد واحد بتديله دور بيه وانت ملبسه جلابيه، طب ازاي يعني؟ ما انا شايفه بجلابيه يعني، يعني ما مش بيه لا ده فلاح، لا ده عامل، لا ده يعني اي مهنه اخرى. أيوة. وبالتالي فالمدرب عشان يتحاشى اللوم من الاعلام ومن الجمهور ان هو بيلعب بطريقه دفاعيه يقوم يكلف اللاعبين بواجبات دفاعيه كتيره جدا. ايوه. تريزيجيه اتعطل كتير معانا في منتخب مصر بالاداء ده، دلوقتي هو بدا يلعب في النصف الاخر اللي هو بتاعه اللي هو واجبه الاساسي، عشان كده ابتدى يظهر، عشان كده بدا يظهر، وانا اتوقع تحسن واستمراريه في علو المستوى في الفتره القادمه. بما اننا بنتكلم عن المنتخب، كهربا شايفه يعني بيتم وضعه كراس حربه ولا على الطرف من الاطراف بما اننا بنتكلم على محمد صلاح وتريزيجيه في ادائه مع المنتخب؟ مع المنتخب، مع المنتخب شفناه فترات بيلعب كراس حربه، راس حربه صريح، فترات تانية بيلعب على الاطراف. اعتقد ان هو مكلف بواجبات ايضا دفاعيه ولكن بصوره اخرى، يعني لما نكون مستحوذين تواجد انت في العمق واعمل مبادرات هجوميه. اولا قدرات كهربا مش راس حربه، اوكي، لاعب لا يصلح لمركز العمق اللي هو راس حربه اللي هو عمرو زكي وعماد متعب ليه ما يصلحش؟ اولا هو لاعب مهاري عنده انطلاقات، عنده قرارات، احيانا لاعب الكوره ياخد قرارات يكون هو مش عارف هيعمل ايه. اوكي، يعني اخد كوره وبعدين يعني شاف المدافع هنا وروح رايح يمين، وهو رايح يمين لقى مدافع دخل عليه يروح ده رايح شمال، وبعدين يروح عامل الدربوكه اللي هي صينية الكنافة بنسميها، أو الدواير حوالين الكرة اللي هي اللعيبة بتعملها بصفة مبالغ فيها. وبالتالي أنا كلاعب لما أكون مش عارف أنا هعمل إيه، بالتالي فالمهاجم المدافع اللي بيلعب قدامي أكيد مش هيعرف برضو أنا هعمل إيه. فهنا بتيجي الخطورة. جزء كبير من أداء كهربا بيعتمد على تحركات المدافعين، مش بيعتمد على قراراته الشخصية. وده لازم يطوره، يعني هو في شبه ما بين عبد الستار صبري زمان في نفس المركز نفس الأداء. عبد الستار ما كانش ينفع يخش في العمق، لما يدخل في العمق تحس انه تاه كتير، ده يعني ده راح حارة تانية. كهربا بيجيب جوان أكتر، كهربا عنده الكسرة اللي في العمق في آخر الخطوات أكتر من عبد الستار. وبعد ما تنساش عبد الستار كان بيلعب لخدمة الآخرين، مظبوط، ما كانش حاطط في دماغه ان هو لعيب هداف ان هو ممكن يسجل. عن كل همه او كل تعليمات المدربين بالنسبه له انه لابد انك تتخلص من الظهير وتلعب كره عرضيه عشان راس الحربه في العمق ايا كان هو اللي يسجل. تريزيجيه عنده لا، عنده الرغبه في التسجيل، وبالتالي فالخطوه الاخيره بالنسبه له بتكون في العمق ولفتح زاويه التصويب، لأنه كل ما كان في الطرف الزاويه بتاع التصويب بتكون ضيقه، كل ما دخل في العمق الزاويه بتوسع الى ان يصل الى العمق. فتلاقي معظم الاهداف اللي بيجيبها في متناول الدايره الخطره حول خط ال 18 في المنطقه دي مش من على الاطراف. وابتدي كهربا لاعب خطير جدا، لكن لابد ان هو يتعلم انه ياخد قراراته بناء على فكره، على فكره بناء على قراره مش بناء على قرار المدافع.
ده مثلا يودينا رمضان صبحي، التحسن الواضح على رمضان صبحي. انا هجي لك في جزء لوحده، انت ماسك جبهة. لان هم احنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وبالتالي رمضان صبحي اصحاب المهارات، رمضان صبحي التطور الواضح عليه في الشهرين ثلاثه الاخيره، اعتقد ان ده اللي حضرتك عايز. يعني لما كهربا يلعب مع المنتخب يلعب بهذا الشكل، مش كده؟ تمام. يعني وده اللي اتحسن في رمضان. ايوه، رمضان كان اناني، رمضان كان سيلفش، رمضان كان بيلعب لنفسه، رمضان كان استعراضي، رمضان ما كانش بيبص لمصلحه الفريق نمره واحد، هو بيبص للشو برضو. للشو. دلوقتي تغيرت الفكره تماما، الفكر نضج واصبح العامل الاساسي لتواجدك مع الفريق هو الفوز للفريق وليس اثبات جداره شخص. صح. فده الجديد اللي عند رمضان، تخلى عن الفرديه، تخلى عن النواحي الاستعراضيه، وبدا يفكر كفرد في المنظومه، انه انا بدخل برأس عشان اصنع هدف او عشان اجيب هدف، مش عشان ان انا ارأس المدافع وبعدين ارجع ارقصه تاني وبعدين ارجع بدل ما اتجه للمرمى اروح عامل دوران وراجع ومقابل اي حد برقصه اوصل لنقطه الصفر تاني. فيعني الكره اللي هي الاستعراضيه دي عطلته كتير. دلوقتي بدا ينضج، بدا يفكر في مصلحه الفريق، بدا يبقى عنصر فعال في الفريق، بدا يبقى مفتاح لعب خطر جدا، لانه الولد عنده ثقه كبيره جدا في قدراته وعنده المهارات الفردية بتاعته عالية في أكثر من طريقة، يستطيع أنه هو يتخلص، وعنده السرعة، وكمان عنده شيء مهم جدا أنه بعد ما بيمر بيقدر هو ياخد المدافع في ظهره فيحجم تحركات المدافع، خاصة عندما يدخل منطقة 18 فالمدافع خلاص بيسلم أو يعمل ضربة جزاء. فتطور رهيب جدا عما كان عليه السنة الماضية أو عما كان عليه فترة احترافه في إنجلترا. اللياقة البدنية بتاعته تحسنت جدا، أصبحت تمكنه من أن هو ينفذ كل هذه الواجبات الصعبة. تمام. وبالتالي بما أننا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي كابتن، عندنا بكرة مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي. أنا عارف أن حضرتك مش فاضي، الوقت بالنسبة لك بيبقى ضيق جدا عشان خصوصا الأسبوع ده، ولكن في النهاية بشكل عام الاسماء اللي حضرتك، منتخب الاولمبي، رمضان صبحي، عمار، الناحيه الثانيه في مصطفى محمد، طبعا راس حربه نادي الزمالك اكرم توفيق، اسامه جلال، عمر صلاح، محمد صبحي حارس المرمى، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، وكريم العراقي الحقيقه اللي بيثبت جداره في المباراه الاولى، والناحيه الثانيه احمد فتوح الباك الشمال. الأسماء دي بالنسبة لحضرتك شايفها تستطيع إن هي بقيادة طبعا رمضان صبحي، تستطيع إن هي تصل إلى الأولمبياد؟ إحنا عندنا مباراة صعبة ومهمة، وغانا تعادلت في المباراة الأولى مع الكاميرون. في المرحلة السنية دي بالنسبة للبطولات الأفريقية، أنت بتلعب مع فريق أولمبي، أنت متقيد بأعمارك. مظبوط. إحنا كمدربين من خلال خبراتنا من سنوات طويلة في البطولات الأفريقية والمنافسات الأفريقية، كل لاعب أفريقي تحت السن أوفر 4 سنين على الأقل، أوفر أكبر منك ب4 سنين على الأقل، على الأقل على الأقل. وبالتالي هو بدنيا استوى، مهاريا خد خبرات، مجموعة منهم بقى ده الجديد واللي فيه الصعوبة، أنه في مجموعة منهم بدأت تحترف في أوروبا في سن صغيرة. الاول انت كقطاعات ناشئين كنت قبل ما افريقيا تنفتح على اوروبا كنت انت لك الافضليه، ليه؟ لانه عندك الامكانيات، عندك الخبرات، عندك الخامات الجيده، عندك الملاعب الجيده، عندك دوري، فبالتالي كان لك افضليه. دلوقتي انت بتلاعب فرق عندها امكانيات بدنيه اكتر، عندها خبرات اكتر، عندها مستويات تعاقديه افضل من اللي عندك. انت كل اللي عندك محترف في الداخل، ايوه، مفيش عندك لعيب اولمبي محترف في الخارج، انت جبته استفدت بيه. وبالتالي هنا تجد الصعوبه،
فمش عايز الناس تقلق من عملية انه مستوى المنتخب الاولمبي احنا بنلعب مالي ولا بنلعب. يا جماعة يعني الكرة في افريقيا اتغيرت، اصبح فيه هناك صعوبات بالنسبة للمقابلات المباشرة مع هذه الفرق. وبالتالي انا بعتبر الخطوة الاولى جيدة، 3 نقاط جيدة بغض النظر عن الاداء المهتز اللي هو ما اقنعش الناس، ولكن دايما البدايات بيكون فيها هذه الامور. لكن المباراة ممكن يكون او اتوقع يكون في تحسن في مستوى المنتخب الاولمبي، لكن هيكون في صعوبه امام الفريق المنافس. وبالتالي فمحتاجه تركيز كبير جدا. كابتن شوقي غريب مش محتاجه اندفاع هجومي بشكل مبالغ فيه، لكن مش محتاجه كمان خوف مبالغ فيه زي ما حصل في الشوط الثاني في مباراه مالي. لابد ان يكون في جراه او يكون في وجه اخر للكره. يعني احنا عيب الكره المصريه ان عندها وجه واحد، الوجه الدفاعي، لغايه لما اجيب الجول الوجه الدفاعي او الوجه الدفاعي. تمام، دايما بنلعب في نص ملعبنا، نادر لما بنروح النص الثاني فيما عدا يعني الجيل اللي حقق لنا البطولات مع كابتن حسن 6 8 10، وحتى في هذا الجيل كان في برضه يعني في وجه دفاعي ولكن مقبول، لان كان عندك عناصر عندها الجراه انها تروح. احنا عايزين نشوف الجراه دي. يعني هي الكره كابتن اسلام في كل العالم شقين، معاك الكره انت بتهاجم، معكش الكرة بتدافع. بتدافع، ما ينفعش ان معايا كرة ودافع يبقى دي مش كرة. يعني ده خوف، ده جبن، ده تسميه اي حاجة تاني. يعني انت لما انت تكون عندك هذه الفلسفة ما تلعبش. أيوة. ما تشتركش. لما انت مش عايز تهاجم ما تشتركش، ما بتحط نفسك يعني في مواقف صعبة. فلابد ان الفكر ده يتطور. على فكرة احنا عانينا زمان، يعني او انا شخصيا عانيت في فترة من هذا التحجر الدفاعي في عقول اللاعبين. والغلط مش من اللاعب، الغلط من المدربين. لانك المدرب هو اللي بيزرع ده، هو اللي بيعلم ده، هو اللي بيدي التعليمات دي بالنسبه للاعب. فلما اللاعب يتعود على اداء دفاعي مستمر خلاص مع القوي ومع الضعيف بيبقى ده طبع لعب، ده سيستم. انا احكي لك يعني بالمناسبه، يعني احنا هنطلع بعيد، انا في ماتش من ماتشات بنلعب مثلا مع اوغندا، في اوغندا، ف طبعا انا انه بحب الكره دي لفريق منتخب مصر. بحب الكره الهجوميه. يعني احب الفرقه بتاعتي، يعني احب العب وفق الفلسفه الكرويه. معاك الكره بتهاجم، معاكش بتدافع. ايوه، فدي كانت التعليمات ودي كانت التدريبات. اتفاجئت انه في هذه المباراه انه الفريق بيبني الهجمه صح وبوصل لغايه منطقه 18 وبتتاح الفرصه للجرأه للتسجيل، الاقي الامر انقلب الى استحواذ ثم عوده للاحتفاظ ثم عوده لاضاعه الوقت طالما ان المباراه فيها التعادل. بعد المباراه فاللاعبين انتهت بالتعادل فبيهنوني وبيهنوا بعض، فكنت انا زعلان جدا. فبيقولوا يا كابتن يعني الحمد لله، يعني احنا يعني تعادلنا. قلت لهم طب الحمد لله ليه ما كسبش؟ الحمد لله يبقى الحمد لله قوي، يعني ان انا اكسب، جت لنا فرص عشان ان احنا نكسب، ما بنكسبش ليه؟ ناقص الجرأه بس. الاجابه كانت يا كابتن احنا بقالنا سنين متعودين على كده. متعوده، عارف؟ ما متعوده دايما. عشان تخرج من متعوده دي محتاج وقت انك انت تمرن وانك انت تحط افكار في عقول اللاعبين، بالاضافه الى القنوات اللي لابد انها تكون موجوده، اتصال مع مدربين الفرق في الانديه. انه لا يا جماعه لابد ان احنا نطور، لابد ان احنا نهاجم، لابد ان احنا نعلم اللعيبه الجرأه شويه. بدون هذه الافكار هنرجع تاني نلعب بنفس الطريقه بنفس السيستم اللي كان في كاس العالم اللي فات واللي كان في البطوله الافريقيه اللي فاتت، وما نتغرش ونحسبها صح. احنا وصلنا نهائي باداء دفاعي، ما كناش بنهاجم، كنا بنكسب طول قبل السابقه. كنا بنكسب يعني بخطه شد حيلكم يا رجاله، يعني ما ينفعش الكره خلاص ما عادش بتدار بهذه المفاهيم. لابد من التطوير. تمام، هسيب المنتخب الاول شويه لان انا عندي كلام كتير يخص المنتخب الاول، وهرجع لحكايه برضو اتحكت لي امبارح ان حضرتك في وقت، انا معلش بتحكي لي كتير برضو ما انا مش هسكت، في وقت من الاوقات حضرتك اشتغلت ايام لما كان مستر هيديكوتي مديرا فنيا، اشتغلت مساعد لمستر هيديكوتي. حضرتك قلت لي اشتغلت في كمدرب حراس مرمى وكذا 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 وكذا. في نفس التوقيت ده طلب من الكابتن محسن صالح
قبل نهاية الموسم بشوية كويسين أن يكون مساعد لمدير الكرة في ذلك الوقت أعتقد أحمد سقراط. أحمد سقراط. القصة دي برضو عايز أعرفها من حضرتك. احنا اتكلمنا امبارح ان انا كنت مدرب كشكول مدرسه كوره ناشئين، مدرب حراس مرمى، مدرب مهارات، مساعد مدرب، مدرس انجليزي ومدرب فرنسي كشكول لغايه لما ودي مطلوبه على فكره في البدايات، لازم المدرب يلم بكل هذه الامور. طبعا من ضمن المهام انا كنت متحدث رسمي باسم جهاز الكوره، اوكي، وكنت بكتب تحليل للفريق في مجله النادي الاهلي، انا من القدام يعني. كان في نوع من يعني عدم التعاون او الاستلطاف او في بتحصل عدم قبول شويه ما بين الحاج احمد سقراط وهيدو كوتي. فالحاج احمد سقراط يعني كان بيعبر عن رايه كمدير كوره وبيقول رايه يعني او مقترحاته، طب ليه ما تديش ده الفرصه ليه في فلان في علان. فكان هيدو كوتي كان يعني بي 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 بيزعل بالكلام، بيزعل او بيعتبر ان ده تدخل في المسابقه. فالاداره حست بهذا، وبالتالي كان في قرار انه انا اشتغل مساعد للحاج احمد سقراط عشان اخفف هذا التوتر ويبقى همزه وصل ما بين ديكوتي وما بين الحاج احمد سقراط. وانتهى الموسم على خير، وعقدنا حصلنا على بطولة الدوري، وبدأ الجهاز يفكر في الموسم القادم، الإعداد من ناحية الأجهزة الفنية، من ناحية المكان أو موعد بداية التدريب للموسم القادم، يعني ترتيب البيت يعني. فالإدارة استدعت هيديكوتي في اجتماع لمناقشة هذه الأمور. وجدت انه بعد الاجتماع طلع هيديكوتي بلغني بقرار تعييني مدير كره. فانا يعني اتفاجئت بالقرار، وهو يعني بيهنيني، لان انت عارف قرار مدير كره في النادي الاهلي ده من اخطر القرارات طبعا. ومن اخطر المناصب يعني. طبعا. فما لقاش ردة الفعل اللي هو كان متوقعها، ان انا هكون سعيد بالقرار. فقال لي مالك في ايه؟ قلت له يعني انت سالتني رايي؟ قال لي مش محتاج ان انا اسالك، انت كنت شغال معايا مساعد مدير كوره السنه اللي فاتت، والامور كانت ماشيه بشكل طيب، واديت عملك بشكل جيد. قلت له يعني انا اديتها كجندي موجود انقاذ موقف، تاديه مهمه، اشتغل دي حاضر، اشتغل دي حاضر، اشتغل دي حاضر. لكن لما يجي الموضوع بقى انه رايي انا ايه، لا رايي، لا انا حاطط لنفسي يعني كارير تاني، كارير تاني خالص. انا مستقبلي في التدريب، مش مستقبلي في اداره الكوره. فانت دلوقتي بتعطلني، انت بتدخلني في صندوق مش عارف اخرج منه. ايوه. وبتعطلني كذا سنه لقدام يعني. فانا مش هفضل حتى لو مسكت مدير كوره، انا ما بحبش الشغله دي. انا بحب الملعب، بحب الملعب الاخضر ده، بحب ريحته، بحب اشتغل فيه. فانما ده انا اشتغلت كمهمه يعني مؤقته. فبعد اذنك انا برفض هذا القرار، انا مش عايز. هو ما كانش مصدق ان انا فعلا مش عايز. حاول معايا، قلت له فعلا مش عايز، مش هشتغل المنصب ده، احنا في بدايه موسم دلوقتي، وارجوك انك انت تشوف حل في هذا الموضوع. كانت النتيجه انه دخل تاني طلب اجتماع تاني، وتم تغيير القرار، وتم اعادتي للوظيفه الاساسيه والتفريغ لها كمساعد مدرب. بعد كده يا كابتن محسن، اعتقد ان عدينا مثلا كده لغايه نص الثمانينات تقريبا، مش كده؟ بعد نص احنا في اوائل الثمانينات كده، كده اوائل الثمانينات. بعد كده كابتن محسن صالح قعد فترته وانتهت عزو، وبعدين سافرت مع هيديكوتي بره، او لعبت او مرنت شويه بره لغايه لما هيديكوتي طلب حضرتك. ده كل ده قلناه امبارح، لكن رجعت مره ثانيه بقى لمصر. الفترة دي بالنسبة للكابتن محسن صالح ايه؟ واحكيها لنا واحدة واحدة. يعني أنا خرجت عشان عايز أخرج من عباءة هيديكوتي. اوكي. وعايز أنطلق كمدرب، لأنه صعب جدا تشتغل مساعد وسنة واثنين وثلاثة وأربعة، دي بتأخرك، بتعطلك كتير. اوكي. وبالتالي فأنا اشتغلت فترة، خدت خبرات، خدت دراسات،
فحبيت ان انا يعني اعبر عن قدراتي، اشتغل بشخصيتي انا. مش هفضل اشتغل بتعليمات وبرامج الاخرين يعني. فاخذت قرار ان انا ارحل. تمام. كلمت مع الاداره وكان جاي العقد، وقلت انا جاي العقد وانا عايز اسافر، اتفضل سافر. بدات رحله المشوار التدريب منفردا. بدات في السعوديه في البدايه. في النادي الخليج في الدمام. وبعدين رجعت تاني مصر، اشتغلت في نادي بورفؤاد، رجعت رحت عمان، من عمان رجعت على الامارات، قعدت في الامارات حوالي 3 سنين. وبعدين جاء هيدوكوتي، جبته اشتغل معنا في نادي اهل دبي. خلصت نادي اهل دبي 86، رجعت اشتغلت تاني في، يعني اشتغلت في نادي المصري مرتين ثلاثة. اشتغلت في نادي بورفؤاد، كان درجة تانية، طلعت درجة، خدنا دوري ممتاز، وطلعنا الدوري الممتاز. تركت نادي بورفؤاد وسافرت تاني، اشتغلت في منطقة الخليج في السعودية في نادي الوحدة. واسمح لي ان انا الفترة دي كانت مهمة جدا بالنسبة لي. اسمح لي ان انا يعني من خلال برنامج ان انا بوجه تحية لمنسوبي نادي الوحدة، جماهير نادي الوحدة، اعضاء نادي الوحدة، رؤساء نادي الوحدة، الرابطة بتاعت مشجعي نادي الوحدة. يعني تخيل الكلام ده من 90 يا اسلام، ونحن لغاية الان على اتصال وبنتبادل الرسائل، وبتابع النتائج بتاعت الفريق ومتفاعل معهم ومتفاعلين معايا. وبصراحة فترة من أغلى الذكريات اللي أنا عشتها في مجال التدريب كانت في مكة المكرمة. أيوه. يعني تخيل أنت يعني مثلا في منطقة عندك تدريب، خلصت التدريب هتروح فين؟ يعني تخيل أن أنت في الحرم، أنا عايش في الحرم كل يوم هناك، وهم سكنوني في الابراج اللي فوق الحرم، عارف يعني. فبقيت يعني الحرم قدام عيني 24 ساعه، بروح التمرين وباجي، يعني حتى لو مش عايز اعمل عمره للوالد للوالده لنفسي لاخواتي، يعني هعمل يعني حتى بنزل اقعد يعني عشان اصلي الفجر، واقعد استقبل الافواج بتاعه المعتبرين المصريين. وكان يسعدني جدا انه بيتعرفوا عليا وانا قاعد في الحرم بنتظر بقرا قران او حاجه، والناس بتدخل ازيك يا كابتن محسن مش عارف ايه بتاع. في حاجه مهمه جدا يا اسلام، اتفضل يا كابتن. يعني ساعات تلاقي واحد بيقول لواحد ده كابتن محسن، ممكن ما يكونش عارفني، فيقول له مين يعني؟ والمحسن بتاع الاهلي. فتخيل ان كلنا لقبنا في الاخر الاهلي. انت ابن الاهلي، انا محسن صالح ابن الاهلي، فلان ابن الاهلي، اللقب في الاخر اللي احنا بنعتز بيه كلنا ابن الاهلي. وفي ابن الزمالك، وفي ابن المصري، وفي ابن الاسماعيلي. انا مش اقصد ان انا يعني اتكلم على فقط النادي الاهلي، اللاعب او المدرب اللي بينتمي لمكان بيحمل اسمه طبعا. فاذا كانت لك ذكرى طيبه فبيكرر اسمك مقرون بالاسم الكبير اللي انت تنتمي بيه. فانك يبقى لقبك ابن الاهلي، يعني مش عارف اقول لك السعاده اللي بتبقى فيها جواك لما تخش في اي مصلحه، في اي محل، في اي مكان، وبعدين تجد انه الموظف ده محسن ابن الاهلي، تعال اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. معاملة مختلفة، احترام مختلف، مكانة مختلفة. فيا هنا بيني وبينك يعني يعني اللي بينتمي للنادي الاهلي او بينتمي لاي نادي، الزمالك او الاندية الاخرى، يعني يعرف ويتذكر انه هذا النادي له افضال عليه، جعلت له اسم ومكانة. فلا بد ان هو يدين بالولاء لهذا المكان اللي عمل اسمه ومكانته. لانه انا بقول الكلام ده لانه ساعات حد بيشت، وساعات حد بيسيء لمصالح مختلفة. وأنا بقول لأي واحد بيسيء، درس مهم جدا، بيخرج، درس مهم جدا، بيخرج أكبر عيب إنك أنت تعيب في المكان أو الكيان اللي كنت تنتمي ليه، لأنك أنت في الآخر بتعيب في لقبك، لقب العيلة بتاعك اللي هو ابن الأهلي، أنت بتعيب فيه. صح. وبالتالي أنت بتعيب في نفسك لما تيجي تعيب لواحد في المكان، في الكيان، انت لا تتصور انك بتسيء ليه بشكل عام. اهلي انت بتسيء لنفسك. عشان كده انا
يعني انا شفت حلقتك مع الكابتن وليد. كابتن وليد صلاح طبعا. انا اثق واحترم وليد احد ابنائي ولاعب موهوب ومميز وبتاع. وانت طرحت سؤال انه يعني او ناس كثيره طرحته، هل الحياد مطلوب من ابناء الكيان عندما يساء للكيان؟ اجابتي راي حضرتك اجابتي الشخصيه مفيش حياد. مفيش حياد. اذا كان هناك اساءه مفيش حياد، لابد ان تدافع باستماته او تترك المكان وتخرج. ده مبدئي انا، اي واحد تاني هو حر في قراره. لكن لكن اذا كان هناك اساءه بالطبع اذا كان طبعًا هناك طبعًا يعني لا احد او اذا كان هناك راي لابد انك تقوله في الكيان بتاعك. مش عايزين نجامل، يعني مش عايز اقول ان هو لابد ان هو وليد او انا او اي واحد بيشتغل مثلا في التحليل انه يكون مجامل للكيان، لكن في لا عندما يكون اللغه العربيه لغه عامره بالكلمات اللي ممكن انك انت تعبر بيها عن رايك بشياكه، يكون راي حيادي وبشياكه ما فيهوش اساءه للكيان بتاعك. يعني لما تيجي مثلا اسلام مثلا بيلعب في مباراه ومستواه سيء في المباراه، مش لازم اقول ده مستواه سيء ولا يصلح، انا اقول الراجل ده لعيب كويس بس النهارده مش في حالته، فبالتالي تبقى مقبوله. لابد انك انت تختار الفاظك، ولابد انك انت تختار الوقت اللي انت تدخل تدافع او تخرج وتنسحب، او تخرج وتنسحب، تخرج وتسيب المكان وتنسحب. مظبوط. يعني لانه لا ده اساءه، لانه في الاخر انا بقول لك ايه، انك انت تحمل ابن الاهلي ده لقبك، اي اساءه ليه اساءه ليك انت. وبالتالي ارجو انه الكل يعني يكون متفهم لطريقه التعبير، ما بقولكش تبقى منحاز، ما بقولكش تبقى مجامل، لا اختيار الكلمات. اختيار يعني الكلمات. الدرس الاول ان انت ما ينفعش تسيء للكيان بتاعك مهما كان اسمه طبعا. اهلي، زمالك، اتحاد، اسماعيلي، مصري، كذا كذا كذا، انت ما ينفعش ان انت تسيء لكده، انت بتسيء لنفسك. ده الدرس الاول اللي حضرتك بتقوله لنا، وما ينفعش تسمع وتسكت. والدرس الثاني ان هو ما ينفعش تسمع وتسكت ويبقى في حياد. تمام. لو سمعت وانت بره المناقشه لابد انك انت تدخل تعمل معارضه وتدخل تقول رايك وبشياكه برضه، وبدون تجريح للاخر وبدون ما يكون فيها مجامله. طيب بما اننا بنتكلم في الجزئيه دي، بعد بقى ما حضرتك رجعت او في السعوديه، كان هناك اكتشافات، احنا هنتكلم عن اكتشافات كتير النهارده، فكان هناك اكتشافات لبعض النجوم المتواجدين في السعوديه، ولا كان بعد كده بشويه؟ لا في الفتره دي، يعني انت مش لازم تعمل بطوله عشان يبقى لك انجاز. ايوه. ممكن انك انت تتولى تدريب نادي امكانياته تعبانه، يعني انا مسكت انديه كتيره منها نادي الوحده. مره يعني من المرات توليت تدريبه وهم انهوا الدور الاول عندهم 5 نقاط. خمس نقاط. طب ايه الهدف؟ قالوا مش عايزين نهبط. تمام. فرحت والحمد لله الفريق ارتفع مستواه ووصل للمرحله يمكن التركيب الثامن تقريبا يعني. فريق ثاني بتشتغل بيه يعني زي النادي المصري. اشتغلت في النادي المصري عده مرات ومنها اخر مره حققت 3 دوري ووصلت للدور قبل نهائي في البطوله الافريقيه. مش لازم تاخد الدوري، انت ممكن تمسك فرقه تنقذها من الهبوط تبقى دي بطوله، بطوله بحد ذاتها. وممكن تمسك فريق تطلع بيه المركز الثاني زي النادي الاهلي تبقى دي كارثه، تبقى دي كارثه. وبالتالي فالمدرب امامه اهداف لابد انه يعملها. ايوه. وبالتالي فانا اعتبر انه من اهم انجازاتي انه نادي الوحده في عده سنوات في عده تجارب معايا كان بيسير بشكل جيد. وبالتالي فكان هناك قبول من الجماهير والمسؤولين عليه. كانت البطوله في البطولات نفسها. لكن في نفس الوقت انت كمدرب ممكن يكون لك انجازات تساوي بطولات، انك انت تكتشف عناصر تخدم فريقك وتخدم منتخبات البلد. انا طلعت من نادي الوحده بليل عرب، او هكذا كان يطلق عليه، السعوديين يعرفوه، عبيد الدوسري. عبيد الدوسري طبعا. طبعا كان لاعب عنده حوالي 16 سنه تحت السن، وكنت انا ماسك الفريق الاول وطالعين في معسكر تدريبي. فاخترت الولد ده
للالتحاق بصفوف الفريق. تمام. فرئيس النادي بيسالني طب انت ده ولد صغير انت شفته فين؟ انا من المدربين اللي بيتفرجوا على كل الماتشات بتاع الناشئين خصوصا اللي هي بتخدم الفريق الاول. مش بس في البلاد العربيه، لا انا في مصر، ومش بس في مصر، لا وانا في المنتخب بروح درجه ثانيه. وعندي اسماء درجه ثانيه، يعني يمكن الجمهور يفاجئ لو انا قلت على اسم من الاسماء اللي برعت وبزغت واصبحت لها مكانه كبيره جدا في الانديه الكبيره وفي المنتخب، وممكن نتطرق ليها. لكن عبيد الدوسري رغم اعتراضات بعض انه صغير السن وعد بشكل جيد، رجع السعوديه بدا ياخد ماتشات في طريقه متدرجه علميه الى ان ركز في مكانه كراس حربه في نادي الوحده السعودي، بقى هداف الفريق، تم اختياره لمنتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الاول، وهو هداف كل هذه الفرق. وبالتالي فده انجاز انا بفتخر فيه. بعد كام سنه توليت تدريب فريق اخر واكتشفت فيه عنصر في نفس السن بنفس الموهبه نفس المركز، وبالتالي عرضته على النادي الاهلي في جده. وافتخر انه يعني كان لي صداقه خاصه مع الامير خالد بن عبد الله. ايوه. وكان رئيس النادي الاهلي. ومن خلال جلساتنا مع بعض وكده فقلت له انا عندي لاعب ممكن يفيدك. فقال لي احنا النادي الاهلي يعني انت في النادي الوطني. النادي الوطني درجه ثانيه. فقلت له طيب احنا عندنا دوره صعود. ممكن تستضيفنا في معسكر عندك عشان احنا ما عندناش امكانيات ونلعب معاكم ماتش وتيجي تتفرج على المباراه ده وتقول لي ايه رايك؟ فقال لي حاضر. عمل لنا معسكر ولعبنا مباراه مع النادي الاهلي. اهلي كسبنا. اهلي جدا. أيوه. احنا النادي الوطني في تبوك درجه ثانيه وهو النادي الاهلي بعظمته وقيمته وتاريخه. فزنا على النادي الاهلي. فزنا على النادي الاهلي 2-1. بعد المباراه طلبني ورحت قعدت معاه في القصر، قال لي انا عايز اللاعب ده فورا. مين اسمه ايه يا كابتن؟ خالد الرواحي. خالد الرواحي طبعا الله يرحمه، ده توفى الولد ده. كان اول لاعب يسجل المليون سعره. اول لاعب يصل الى المليون في السعوديه. اتكلمت مع الامير خالد قلت له طيب شخ جيبك، احنا يعني هنسيب اللاعب ده لكن احنا محتاجين فلوس عشان نجيب لعيبه وعشان يعني نصرف على الفريق. فبعناه بمليون راح النادي الاهلي. هداف منتخب الاشباب، هداف منتخب الشباب، هداف المنتخب الاول لفتره طويله جدا. ايوه. وبالتالي فيعني اعتبر ان ده يعني من الانجازات اللي انا بفتخر فيها في الكره للمنطقه بتاع السعوديه اللي اشتغلت فيها. اشتغلت في عمان، طلعت لاعب اسمه هاني الظابط لسنوات طويله هو هداف المنتخب العماني وكان لاعب ناشئ في نادي ظفار. فاللي عايز اقوله لابناء المدربين، ايوه، ما تبصش انك انت لازم تحقق البطوله، حقق البطوله لو امكانياتك تسمح، ولو ما تحققهاش وامكانياتك تسمح فشل كبير. فشل بالظبط. لكن لو امكانياتك ما تسمحش وقدرت تعمل فرقه كويسه وتطلع لاعبين كويسين للفريق الاول، يبقى ده الانجاز اللي لابد ان الاداره تكافئك عليه. لكن هي المشكله يا اسلام في ايه؟ الجراه بتاعه المدرب اللي ماسك الفريق الاول، احيانا يكون عندك لاعب ناشئ طالع خفت لاعب ممكن يلعب، ممكن ياخد الفرصه. كتير مدربين دلوقتي خصوصا في عهد الاحتراف بتركز على اللاعب المحترف من الخارج. ايوه. يقول لك انا ليه اعمل مخاطره؟ ليه ان انا اخد لعيب محلي والنتائج تسوء والجماهير تثور والاعلام يهاجمني وفي الاخر اخد اقاله؟ بس حضرتك لا. عملت كده؟ عملت كده؟ حضرتك عملت كده وانا يعني على يدي. عارف اللي هو انا على اصلا يدي. مؤمن بكده. يعني حضرتك اول من لعب احمد او اشتغل باحمد فتحي النهارده، عايزين نقول له طبعا كل سنه وهو طيب، النهارده بيكمل عامه ال 34 ولا 33؟ احمد 84 اعتقد.
أحمد فتحي. احمد فتحي اه تخيل حضرتك قلت امبارح كلمه برضه ومكسره الدنيا اللي هي العيال كبرت. ده بقى دخل برضه مع العيال اللي كبرت. ده دخل لا ده دخل بقى ايه الاحفاد كبرت. ما هو بالنسبه لاسلام وبالنسبه لبركات وبالنسبه لعماد يعني كان 10 سنين برضه كان بالنسبه لكم ناشئ كان بالنسبه لكم ناشئ بالنسبه لنا احمد ناشئ وكان دي بدايه احمد فتحي. فاولا كل سنه وانت طيب احمد صديقي واخويا الصغير وواحد من افضل وارجل واهم اللاعبين في مصر وفي النادي الاهلي وسيظل دائما واحد من اساطير كره القدم المصريه خلال الفتره اللي فاتت وان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يديله الصحه والعمر يعني. فاحمد فتحي حضرتك كان لك دور كبير جدا 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 في تواجد احمد فتحي في عالم كره القدم. أنا وفقني واكتشفت لاعب بهذا المستوى بهذه الأخلاق وهذه الإمكانيات. نعم. حصل لما كنت في النادي الإسماعيلي. أيوه. يعني معروف النادي الإسماعيلي مش من الأندية الرأسمالية. مظبوط. اللي ممكن هي يعني إيه يجيب لك لبن العصفور. يعني إيه تشتغل باللي عندك. وتحاول تدبر أمورك يعني. أنا مؤمن بأنه عندنا في القاعده في الناشئين في لاعبين كويسين. ايوه. ومؤمن بان احنا زي ما طلعنا محمد صلاح في 1000 مليون صلاح. مظبوط. موجودين ممكن يطلعوا يعني. لو في تخطيط سليم. فمن عاداتي ان انا بنزل اتفرج على المباريات. مش بس في النادي بتاعي اللي بشتغل فيه لا في الانديه الثانيه. وكان في اتفاق بينه وكابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. يا كابتن علي كان هو رئيس الجهاز، أنا عايز كل أسبوع تطلع لي 5 لعيبة أنت شايفهم يصلحوا كويسين. يطلعوا يتمرنوا مع الفريق الأول. فكانت المجموعة دي تطلع تقعد في فترة تدريب وفترة اختبار لمدة أسبوع. اللي أنا أشوف بعيني إنه ده ممكن بيقعد مع الفريق الأول. واللي لسه شوية أو لا يصلح ينزل تاني تحت. فمن ضمن المجموعة اللي طلع احمد فتحي. فاكتشفت في حاجات في مميزات وفي عيوب، ما فيش لعيب كامل يعني. طبعا. فالمميزات اللي فيه ان هو عنده قدرات بدنيه وروح عاليه وقتاليه وشراسه في الاداء وفهم للاداء لاي واجب في اي مركز تاديه. فبدات فيه في مركز الظهير الايمن. قبل بس حضرتك تكمل اعتقد دي صوره النادي الاسماعيلي الكاس كاس مصر. دي كاس مصر ان عبد القادر البرازي موجود تهيألي ولا مش الله يرحمه عبد القادر البرازي حارس المرمى ده كان حارس مرمى مغربي الله يرحمه وعلى فكره بعد السنه دي طلع قرار بالاستغناء عن حراس المرمى الاجانب كلهم. طبعا الصوره دي بس عشان احمد فتحي تقريبا كانت من اولى المباريات اللي لعبها احمد فتحي. كان موجود معانا أول ما لعبته ظهير أيمن أثبت جدارة اللاعب الوحيد اللي في مصر يستطيع اللعب في أكثر من مركز. أيوة. هو ومحمد بركات شبه بعض في المراكز واختلافات في المواصفات. أحمد فتحي لعب معايا ظهير أيمن. أيوة مظبوط. أحمد فتحي لعب معايا في وسط الملعب حائط صد في وسط الملعب. وكان زميله خميس جعفر اثنين يعني كنت بقول عليهم لفظ لكن ما اقدرش اقوله على الهواء ولا يعني لعب معايا قلب دفاع. بس حضرتك بدات لما احمد فتحي بداته يلعب قدامي في البدايه. بقول لك بيلعب نص ملعب وبيلعب ظهير ايمن وبيلعب قلب دفاع كل حاجه في المراكز دي كلها. فهو لعب اكتر في الاسماعيلي في مركز وسط الملعب المدافع المحور. ايوه. وانت كنت وراه في جهه اليمين وكان على شماله وكان في موجود خميس جعفر كان خميس لما جه وكان قبله سعد عبد الباقي كان في قبله سعد عبد الباقي وبعدين كان في معاهم محمد حمص ويعني طبعًا. كان في حمص ده كابتن حمام ابراهيم ما تنساش حمام من اعظم ما تنساش حمام يعني طبعًا. فالمجموعه دي كانت هي المسيطره على الموقف. فاحمد فتحي قعد فتره طويله كوسط مدافع. ايوه. لكن انا عملت مغامره باحمد فتحي ناس كتير يعني قالوا محسن صالح ده اتجنن. انا خدته لعب اول ماتش دولي ضد منتخب فرنسا في فرنسا. منتخب مصر.
وعلى الهجوم اللي انا اخذته اه وعلى الاساءه اللي شفتها. ان واحد من الاساءه ليا بعد ما احمد فتحي ده استوى وبقى نجم وبقى لاعب اساسي في منتخب مصر وفي النادي الاهلي يقول لا ده محسن صالح كان عنده بعد نظر. شكرين يا كابتن محسن. انا مش عايز شكرا يقول بس الراجل ده كان عنده بعد نظر او كان عنده شويه جرأه. لكن الـ يعني انت يعني بترجعني لمرحله انا بحاول انساها. يعني دي من يعني في مراحل كتيره في حياه الانسان تبقى في مرحله مره مش عايز يتذكرها. وللاسف انا اعتقد حضرتك تعرضت لضغط اعلامي كبير جدا الفتره دي بسبب يعني قرارات. حضرتك واخد الدوري مع الاسماعيلي ورحت مسكت المنتخب. اعتقد كنت ماسكه قبل كده. انا بتكلم على الفتره دي تحديدا. انت الفتره دي خدت دوري وخدت كاس ووصلت نهائي افريقيا مع الاسماعيلي وبالتالي مدرب منتخب مصر. اقول لك يعني الاول مفهومي انه من حظ السيء ان لما بمسك بيكون في مرحله لابد يحصل فيها تجديد. بمعنى اللعيبه كبرت في السن. وبالتالي كل لعيب له عمر افتراضي، يعني في ناس تقول لك لا اللعيب طول ما هو قادر على العطاء يعطي. مفيش حاجه اسمها سن، لا يا جماعه في حاجه اسمها سن لان في حاجه اسمها عمر افتراضي لاي سلعه، لاي بني ادم، لاي جهاز، لاي قطعه غيار. لاي وجبه. انت لما بتمسك الوجبه كده مش مكتوب عليها التاريخ الصلاحيه؟ طبعا. طيب لما بيخلص تاريخ الصلاحيه ده مش ممكن تاكلها؟ لا مش ممكن. لا بتاكلها ساعات باكلها؟ الناس كلها بتاكلها. ده بيشيل التيكت ويحط لك تيكت تاني انه في صلاحيه تانيه، وحتى من غير التيكت انا ما بشوفش التيكت. اوكي. انا من الناس بتشوف ما بشوفش التيكت. بشتريها وباخدها وباكلها. هل بموت؟ ما متش. واذا يبقى اي لاعب ممكن هو يستمر بعد نهايه عمره الافتراضي، لكن في لحظه الترس ده بيتكسر خلاص، العضله ده بتتقطع. ليه؟ لانه دي سنه الحياه. صح. الانسان له عمر افتراضي. ما تقوليش لا انا هفضل العب لغايه ما بطل. اسمح لي، الخطيب كان ممكن يلعب لغايه دلوقتي، حسن شحاته ممكن يلعب لغايه دلوقتي، نزله الملعب كده هيقعد 90 دقيقة، لو جت فرصة هيعمل لك جول. هي كرة جول؟ الكرة جري، رشاقة، مرونة، تحمل، الكرة قتال، الكرة دفاع، الكرة هجوم، محتاج جهد كبير. إنما إن أنا أحط واحد في منطقة عشان خاطر هيجيب جول أو عشان خاطر إنه هيصنع لي جول، الكرة اتغيرت، ما عادتش كده. اللي عايز أقوله إنه كل لاعب، كل إنسان، كل مهنة لها عمر افتراضي. وبالتالي أنا من الناس إن بعرف إنه خلاص ده عمره افتراضي، يبقى لابد إن أنا آخد قرار. ده ملوش دعوه بقى بان انا بحب وبكره. في ناس تقول لا ده محسن بيحب كان بيكره النجوم. لا ما بكرهش النجوم، انا بحب شغلي وبالتالي عندي جرأه ان انا اخد قراري. يعني انا افكرك بحاجه ثانيه ظريفه جدا. يعني قبل المرحله دي انا كنت مدرب مساعد لراوتر 95 96 في نص التسعينات 95 96 مظبوط. وكنا في تصفيات افريقيا اللي مؤهله لنهائيات في جنوب افريقيا. ايوه. ورحنا والتصفيات شغاله، رايحين نلعب مع الجزائر في الجزائر، رحنا أيوه. معسكر تونس، واحنا في تونس الراجل خد شنطته ومشي. ايوه انا فاكر. انا مش عايز اكمل. ليه يا عمي؟ قال لانه العلاقات بين الاجانب وبين الجزائر وفي مش عارف ايه واحداث وحوادث وكده وانا ما اقدرش اروح الجزائر. يا عم احنا كلنا رايحين الجزائر معاك، ما فيش مشكله يعني بتاع. الراجل صمم وخد شنطته ومشي وسابنا في المعسكر رايحين الجزائر نلعب ماتش. طيب المسؤولين عملوا ايه في اتحاد كره القدم؟ اجتمع المسؤولين والست المحافظ عبد المنعم عماره كان موجود. طب خلي محسن يكمل طالما هو موجود يشيل الليله ولما يجي نكون تصرفنا. فلعبنا مع الجزائر ادينا اداء جيد وفق الظروف الطارئه اللي حصلت. خسرنا بضربه جزاء ظالمه في هذه المباراه. أيوه. رجعنا كان على طول وراها كان في ماتش افريقي تاني وبالتالي ما كانش في قرار اتخذ بالبديل لراوتر. اوكي. مش بتصعيد محسن، بالبديل لراوتر. فما لقوش حد. طب خلوا محسن يكمل لغايه ما نشوف حل. فكسبت الماتش اللي بعده. طب خلي محسن يكمل. كسبت. فكسبت. وبعدين بنكسب فين؟ بنكسب بره وبنكسب في اداء. فقالوا طب محسن يكمل لغايه ما نشوف هنعمل ايه. برضه. فكملنا التصفيات. عملنا لو الناس فاكره
ريكورد. اولا وصلنا لترتيب 19 على العالم في التصنيف. أيوه. عملنا اكثر فريق سجل اهداف، اقل فريق دخل فيه اهداف، اكثر فريق سجل عدد مرات فوز، اقل فريق تعرض لخساره، وتاهلنا لجنوب افريقيا. خدنا الفريق ورحنا معسكر في هولندا. في الفتره دي صدر قرار تعيين محسن صالح كمدير فني الى ان ياذن الله في امرا كان مفعولا. فالمهم انه يعني يوم ما توليت، عشان يعني اقول لك يعني ملامح شخصيتي كمدرب، انا مش بمجد في نفسي، لكن انا بقول انا عندي شخصيتي، وانه اذا كان لابد ان انا احاكم واحاسب فاحاكم واحاسب بخطئي وليس بخطا الاخرين. طيب قبل ما اكمل بس النقطه دي يا كابتن، النقطه دي مهمه وهي حاجه اعلاميه شويه. حضرتك شايف ان لازم يبقى ليك مريدينك في الناس اللي بتحب كابتن محسن صالح في الاماكن الصحفيه والاعلاميه والكلام ده كله، علشان مش بتكلم على محسن صالح، انا بتكلم بشكل عام. ان كل مدير فني يجب ان يكون هناك له، او لازم يبقى له مريدينه علشان يبقى مدير فني منتخب وطني. اصلح لك اللفظ، يا ريت. البطانه، ان كل مدرب يكون له بطانه. البطانه دي معناها انه مجموعه، بحاول ابقى لغه عربيه زي حضرتك فمش عارف. مجموعه من خصوصا الاعلاميين والمسؤولين يتولوا الدفاع عن هذا الرجل. احنا مؤمنين وان احنا هندافع عن الرجل ده. انا اكتشفت ان ده شيء يعني ضروري، بس انا مش مؤمن بيه. ضروري بس حضرتك مش مؤمن بيه. وتالف اكتر من مناسبه، يعني قال لك بتقلي من كبار مسؤولين. يا محسن ما ينفعش انك تشتغل كده، لابد ان يكون عندك بطانه. أيوة. البطانه دي لابد انها تقعد معاها وتقعد تفهمها فكرك، وبالتالي ان البطانه دي تتولى الدفاع عنك في المواقف عندما يتعرض محسن صالح لهجوم، يقوم البطانه دي تبدا في الدفاع. انا ما بعرفش اشتغل ببطانه ولا اعرف اشتغل بحصانه، انا بشتغل بما يرضي الله. اللي عاجبه شغلي اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه شغلي يقول لي مع السلامه. فكان مبدئي اذا كان لابد ان انا احاكم فبخطئي. فحصل الاتي. أيوة. القصه دي انا اول مره اقولها. طلعنا من معسكر تونس بعد هروب راوتر، ورحنا على مباراه الجزائر. اتغلبت 1-0 ضرب جزاء قبل المباراه بقى. قبل المباراه في مباراه تونس الوديه اصيب الله يرحمه اللاعب احمد رزق من نادي الاسماعيلي، واللاعب هيثم فاروق بتاع الاولمبي الاولمبي الزمالك، المحلل الجميل أولندا. الجميل يعني محلل جميل بصراحه. الاثنين اصيبوا، وبالتالي تم استبعادهم. فلما وصلت الجزائر ففوجئت بتعليمات جايه، يا محسن في عندك 2 لاعبين يعني اتصابوا، في عندك 2 لاعبين جايين. يعني حد من المسؤولين في الاتحاد كلم حضرتك وقال لك هيثم واحمد رزق الله يرحمه مشيوا، هات اسلام ومحسن. اتنين مثلا في اتنين، مش يعني مش تختار اتنين، هم دول اللي جايين. اتنين جايين لك. اتنين جايين لي. طب جايين لي ليه؟ قال تعويض. طب يا جماعه انا مسافر ب 22 لعيب، اتعور مني 2 فمعايا 20، وايامها القايمه 16 اصلا. مش 18 لسه، في 4 معايا، فمعايا 4 منهم جول، يعني معايا اوكي معايا العدد، فانا مش محتاج. حلو. طيب بعد شويه جه تليفون تاني من شخص اكثر عالم. اكثر اهميه. يا محسن في 2 جايين، يعني ده كان عضو مجلس اداره والتاني مثلا نائب رئيس الاتحاد. يعني نقول اداري الاول وبعدين نبدا. ماشي. نفس التعليمات، يا محسن في كذا كذا كذا. قلت يا جماعه بتشكر، انا عندي، انا مش محتاج. حابب تقول اسم الاثنين لعيبه دول، ولا اللي كانوا مطلوبين ان هم يجوا؟ يعني اذا كنت انا اتذكر كان فوزي جمال وحمزه الجمل حاجه كده، يعني اسماعيلي اعتقد الاثنين. الاثنين ما كانوش في المنتخب ساعتها. يعني تم هيتم استدعائهم. أيوة. مش اعتراضا على اللعيبه، يعني اعتراضا انا بتكلم على الماده. طب انا مش محتاج، هيجوا تورست يعني مثلا، ولا هيجوا يلعبوا اساسيين ولا ايه؟ فانا مش محتاج. فيعني مثلا يعني تخيل انه العمليه بتتصاعد. يا محسن جايين لك، تحس ان الصوت العالي بدا يزيد، يعني اداري وبعدين عضو مجلس اداره وبعدين نائب رئيس اتحاد وبعد كده. فالعمليه في تصاعد. فيا جماعه انا مش عايز، انا كمان صوتي بدا يعلى، انا مش عايز. يا محسن جايين كذا، قلت لو جم هيرجعوا.
ليه؟ لأنه أنا قعدت مع نفسي قلت يا محسن من الأول لازم الناس تعرف أنت إيه شخصيتك. أيوة. لو أنت تهونت الآن وقابلت بالوصاية يبقى خلاص، يعني بعد كده أنه القايمة هتجيلك، التشكيل هيتحط لك، إدارة المباراة هتبقى عليك. فأنا قلت يعني ساعتها كلمة يعني برضو أحد المسؤولين، أنا اسمي مكتوب بالقلم الرصاص وما عنديش مشكلة أنه يتمسح بأستيك، بس أمشي بدماغي أنا. وقد كان قد كان ما بعتوش الكابتن حمزة ما بعتوش، ورفضت أي تدخل في التشكيل اللي هينزل أو في المحاضرة أو في أي شيء. الدرس هنا يا كابتن، في هنا بقى عرفوا يعني محسن صالح راسه ناشف، ما هو ده اللي كان بيتقال لي، أو ده الاعتراض عليا، أو ده اللي مشاني، أن محسن صالح راسه ناشف، ما بيسمعش الكلام. لدرجة أنه مرة من المرات قال يا محسن أنت ماسك منصب سياسي. منصب سياسي أنا ما بحبش أتكلم في السياسة ولا أحب أن أنا أشتغل في السياسة. فمرة قالت لي يعني العبارة دي في موقف كنت اتخذت فيه قرار باستبعاد أو إيقاف أحد اللاعبين، وبالتالي اتقال لي هذا اللفظ. أيوة. أو رجع فلان وانا مش عايز ارجعه، حضرتك يعني مش عايز رجع فلان عشان خاطر احنا يعني شعبيه فلان او شعبيه نادي فلان او كذا وكذا وكذا، لانك انت ماسك منصب سياسي. فقلت لا انا ماليش في السياسه يا جماعه، ادي ورقه وقلم، ادي استقالتي، اتفضل سيادتك، انا اجيب واحد سياسي، انا مش سياسي. بس كان موقفي ساعتها ايه، يعني كان في نوع من الرضا من القاعده الشعبيه انه محسن بيكسب 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 ومشي، فبقى في قبول. طب هنمشيه ازاي؟ طب استنوا عليه، يعني هو مش هيخسر؟ هيخسر، تخيل انه لا ننتظر لما يخسر، مستنيين لغايه لما يخسر، فما خسرتش. ووصلنا للنهائيات بالريكورد اللي انا قلت لك عليه. رحنا في هولندا في معسكر الاعداد في هولندا، وانا في المعسكر جالي قرار تعيين كرول مدير فني للمنتخب الاول ومحسن صالح مساعدا. رفضت حضرتك صح؟ انت كنت ساعتها في المنتخب. كرول كان ماسك المنتخب الاولمبي. كان مكتوب في عقده شرط اذا لم يتاهل لاطلانتا يلغى العقد. ما تاهلش صح؟ خدت البطوله اللي مش على الالعاب الافريقيه 92، وبعد كده هو اتغلبنا من نيجيريا 3-2 في نيجيريا، كانو وإيمانويل، كان مجموعه كبيره جدا. ما تأهلتوش؟ لا ما تأهلناش، وبالتالي المفروض في بند في العقد انه يلغى، يتم فسخ عقده او وبالتالي عقابه كان ترقيته للمنتخب الاول ورقونا انا بعد ما تأهلت، كافئوني بان انا انزل مساعد. تنزل مساعد، فتقدمت بالاستقاله وتركت. دي القصه بتاعت المنتخب الاول. وماذا حدث في الدرس في الاختيار الاول؟ انا حضرتك الحكاوي جامده جدا وقويه جدا، لكن الدرس حضرتك بتدي دروس النهارده. الدرس اللي في المنطقه دي واللي الناس يعني في ناس كتير استساغته، وفي ناس كتير قالوا لي انك انت ما عندكش بطانه، وبالتالي في الفتره دي انا ما كانش ظهر النادي الاهلي، لان انا كنت طلعت بقالي فتره بره، فناس كتيره يعني ما اعتبروش ان محسن صالح ده منسوب للنادي الاهلي، وبالتالي فظهري كان عريان. ما عنديش لا حصانه ولا عندي سند يسندني. لو انا ساعتها مدرب في النادي الاهلي ما كنتش همشي، ما كنتش همشي، لكن لانه ما فيش الحصانه وما فيش النادي الاهلي فكان سهل. ليه؟ لانه اولا انت استبعدت نجوم الاهلي والزمالك الكبار، وبالتالي انت فقدت الشعبيه او المسانده، مسانده الجماهيرين. انا اعترف لك انا تعرضت لهجوم كتير من جماهير الاهلي وجماهير الزمالك نتيجه استبعاد النجم فلان والنجم فلان، وبالتالي فما لقيتش المسانده. نمره اثنين، ما عندكش مسانده كمان من الاداره، يعني كان اداره الاتحاد باستثناء واحد اللي هو حرب، ده شوري حرب الوحيد اللي كان بيساند محسن صالح وكان واقف في ظهره، بقيه الناس كلها كانت بتتربى وبتسمع تعليمات، عايزين نمشي محسن فمنتظرين له محسن صالح. فدي كانت المرحله الاولى. حسنات المرحله دي بالاضافه الى التاهل، شوف اللعيبه اللي هي الجديده اللي دخلت منتخب مصر، تم تجديد دماء منتخب مصر بنسبه مش اقل من 70%. مظبوط. تسمع عن لاعب اسمه ياسر رضوان؟
النجم الكبير ياسر رضوان. اتقال لي مين ياسر رضوان ده الفلاح ده؟ اتقال لك كده. بتزعل البلديه بلديه المحل. بتزعل الجمهور عشان خاطر لعيب من ياسر رضوان لاعب في نادي بلديه المحله هيبقى احسن لاعب في افريقيا وهيبقى لاعب اساسي في منتخب مصر. وبالفعل وقد كان وقد كان. مين سمير كمونة ده؟ مين محمود ابو الدهب ده؟ ما هي دي الاسامي اللي كانت طلعت. مين طارق العشري ده؟ في اسامي طلعت. مين طارق فهيم اللي انت جايبه عشان يلعب في طارق فهيم من احسن صناع اللعب نادي القناه اللي هيفتكر كابتن طارق فهيم طبعا ولعب في الاولمبي شويه ولعب واثبت جداره يعني اللاعب ده عمل هاتريك في نادي الزمالك في الدوري 3-1 قناه والزمالك. عبد الله الصاوي ابراهيم المصري ابراهيم المصري مصطفى ابو الذهب مصطفى رياض ناس اسامي يعني مجهوله. احمد نخله كان موجود. وليد صلاح وليد صلاح في النادي الاهلي كان بيلعب ربع ساعه فتره طويله اخترته لمنتخب مصر ورحت قعدت مع المسؤولين في النادي الاهلي لو سمحتوا يا جماعه لعبوا لو سمحتوا انتوا عندكم فرصه انه عندكم لاعب موهوب من فضلكم كلموا المدرب خلوه ياخد فتره اطول لان انا كمان يعني عايز استعين بيه انا حاسس انه لاعب اضافه قويه. خدت منتخب مصر كان بيلعب معايا 90 دقيقه وكان هداف وبعدين في فتره الاقيه مش موجود في الاساسي فكان في عندي ثلاث قواعد يا اسلام اساسيه اعتقد انه اي مدرب لابد ان هو يستعين بيها عند الاختيار. ما تختارش لعيب احتياطي ما بيلعبش في ناديه. ازاي ما بيلعبش في ناديه ويلعب في المنتخب او يتم اختياره في القائمه؟ هنا بتبقى قناعات فنيه يبقى اختيارات مدرب او عين او تعليمات هو عشان يعمل كده حاجه من اثنين يا اما انت مقتنع يا اما انا بستمع تعليمات اوكي فاهمني. فما ينفعش اجيب لعيب ما بيلعبش اساسي في نادي اخده في المنتخب. ما ينفعش اجيب لعيب متعور او مشكوك في سلامته واجيبه عشان يتعالج في المنتخب ويمكن يلعب ويمكن ما يلعبش طالما في شك خلاص بره. ما ينفعش اجيب لعيب سلوكياته سيئه بيعمل مشاكل غير محبوب ما يعملكش التجانس في الفريق بيبقى عنصر مدمر من الداخل عنده أنانية عنده حب الذات مش مندمج مع المجموعة ما عندوش هدف أسمى بيسعى ليه كهدف وطني وبالتالي بيعمل لك سلبيات وأكثر من إيجابيات. دول الثلاث عناصر اللي أنا كنت شغال عليهم. في ناس كتير مش مقتنعة بيهم في ناس كتير يقول لك يعني هم عندي النتيجة أنا مش مهم عندي أخلاق اللعيب ده ولا سلوكياته مهم ان هو هيكسبني. لا يا سيدي لا يا سيدي مش هيكسبك وحتى لو انت فاكر انه هيكسبك لسلوكياته السيئه ربنا مش هيوفقك ربنا مش هيوفقك ابدا عمر ما ربنا يديلك وانت سيء الـ 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 الاداء ولا سيء الـ 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 الاخلاق ايوه مظبوط. فدي الاسس اللي هي حضرتك كنت شغال عليها انا مؤمن بيها ولغايه ما بطلت تدريب مؤمن بيها واعتقد انه ان هي دي الاسس اللي يجب المدرب ان هو يمشي عليها. دي كانت المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها مرحلة الاختيار بتاع المنتخب الأول فيها حتة صغيرة أنا كنت توليت منتخب شباب أيوه أول حضوري اللي عرفني وخلاني خلاني مساعد مدرب المنتخب الأول كان في عملية إعادة هيكلة للمدربين في اتحاد الكرة اللي هو حرب كان سامع إن في مدرب كويس اسمه محسن صالح بيدرب في البلاد العربية أو في البلاد الخليجية وإنه عامل سمعة طيبة عمل اتصال معايا طب ما ترجع يا محسن يعني ارجع بلدك واشتغل معانا وكده فلبيت الندى رجعت مسكت المنتخب بتاع الشباب ايوه وحصلت مشكله ما بين مدرب الفريق الاول وما بين الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه كان ماسك هو المساعد تم الاستغناء عن هاني وتم تصعيدي للفريق الاول كان رادوليسكو قبل رومانيا الشروه الرومانيه صح الشروه الرومانيه دي ساعتها هريح حضرتك شويه واخد بعض التويتر. الناس يعني مستمتعه جدا بحديث حضرتك. شخصيه الكابتن ده طه بيقول شخصيه الكابتن محسن تؤهله انه يبقى من افضل الكوادر في مصر مش النادي الاهلي بس محتاج كم حد زي يتفرج على الكره الاوروبيه في مصر من بعدهم. يا كابتن اسلام يا ريت ما تقطعش الكابتن محسن. هو انا قطعتك يا كابتن؟
خالص بالعكس. ماشي ده انا نفسي تقاطعنا عشان ارتاح شويه. ما انا عشان كده انا حسيت ان حضرتك تعبت شويه. اسلام احمد رمز وقيمه عظيمه زي حضرتك لابد ان تاخذ دورها في الرياضه المصريه، بس ازاي؟ لازم طبعا نشغل اهل الثقات لا اهل الكفاءات. ابو ياسمين بيقول كابتن محسن حضرتك بكل الفكر والمعلومات والخبرات دي وما تكونش المدير الفني للمنتخب، والله خساره كبيره لحضرتك تكون بره المنتخب في الوقت ده. مصطفى زامبو بيقول منور بيتك والله يا كابتن، انا مستمتع جدا بالدروس المستفاده، انت رجل محترم وكلام حضرتك فني ويحترم. العطار بيقول نورت بيتك يا كابتن. صبري فهمي بيقول جماهير الاهلي العظيمه تفوض، من فضل حضراتكم خلينا ماشيين في الكابتن محسن، عايز يسال الكابتن محسن اسئله، وهو الكابتن محسن رد في حاجات مهمه جدا جدا وادانا دروس مهمه جدا 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 في اسم النادي الاهلي والحفاظ او كيفيه الحفاظ على كيان النادي الاهلي. مصطفى محمود برضو بيسال سؤال يعني مش هنتكلم فيه. مصطفى ناجي بيقول منور يا كابتن محسن، عايز انام يا كابتن اسلام، عندي كليه بكره ومش عارف اسيب الحلقه، يا رب يكون ميعاد الحلقه بدري شويه، يعني هنشوف ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. مساء الفل اخبار، وكاتب اسم لعيب احمد نبيل عبد الحفيظ. يعني حتى لو كابتن محسن في دماغه اللاعب اللي حضرتك كاتبه اكيد مش هيقول دلوقتي. يعني مصطفى محمود بيقول رايك في برضه زي ما قلت لحضرتك مش هنتكلم في النقط دي. علي عنان بيقول للكابتن محسن صالح ابن النادي الاهلي منور يا كابتن محسن، عايز انام. ماشي خلاص يا جماعه، اللي عايز ينام يخش ينام. وفاء القناوي بتقول ليا طلب مش سؤال، الاهتمام بالاكاديميات كويس لان حواليها شغل وبلاش يبقى الهدف. تمام. دكتور نرمين بتقول كابتن محسن برضو. كريم احمد زيدان مساء الخير يا كابتن اسلام، قال احلى حلقه مع المبدع في التحليل والتدريب كابتن محسن صالح، ويا ريت تقول اسمي كريم اهلاوي محترم. كريم اهلاوي محترم. اختيار كابتن محسن، اختيار حضرتك للالفاظ يا كابتن محسن رائع جدا، ده محمود عفيفي. عمر بيقول والله يا كابتن نفسي اتكلم مع حضرتك، وحاجه كمان يا كابتن اسلام انا نفسي اطلع مع حضرتك والعب في النادي الاهلي ان شاء الله تنورنا. محمد طلبه بيقول كابتن محسن ناوي على ايه؟ فيجو 20 بيقول يا حاج احنا سهرانين معاك للصبح خد راحتك، بس عايزين كل الكواليس. محمد حسين بيقول مساء الورد يا كابتن اسلام، مسيلة على وزير التخطيط في الاهلي، ممكن تعرض بعض اللقطات تطلعها على كلام حضراتكم عشان في حاجات كتير بتقولها نتمنى نتفرج عليها، اذا كان هناك كابتن محسن بيتكلم في حاجات قديمه شويه، فلو الحاجات دي كان من الممكن ان احنا نعرضها هنعرضها لحضراتكم على طول. مصطفى بيقول يا كابتن محسن انت منور، انا عندي كليه بكره. جماهير الاهلي تفرز، زينب السيد بتقول لك جماهير الاهلي تفرز جيدا ونادي الاهلي يطرد خبثه، وده ميزه الاهلي لا يستمر فيه سوى من يستحق الاستمرار الذي يتوافق مع مبادئ الاهلي وقيمه. صلاح ابو اليمن العقيلي بيقول سؤالي ارجو الاهتمام حاضر. عبده بيقول سؤالي للكابتن قطاع الناشئين، هنتكلم لسه في كل هذه الامور. كابتن محسن احنا بس هنطلع فاصل صغير، اسيب برضو حضرتك تريح شويه، وبعد الفاصل هرجع اتكلم على جزء مهم جدا او مقارنه ناس كتيره جدا عايزه تعرف. هنتكلم عن فايلر شويه المدير الفني للنادي الاهلي من وجهه نظر الكابتن محسن صالح، وبعدين هرجع خطوتين ثلاثه ورا ومقارنه مهمه جدا ما بين فايلر في 6 مباريات ومانويل جوزيه في 16 سنه يعني او في سنين كتيره جدا. مقارنه قد تبدو صعبه ولكن انا عارف ان اختيارك دايما للالفاظ بيكون مهم جدا. خلينا بس نطلع ناخد فاصل نريح كابتن محسن، نريح حضراتكم شويه وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، هنتكلم فيهم اكتر على المقارنات زي ما اتكلمت مع حضراتكم من شويه وسالت كابتن محسن وهيجاوب لنا حالا، وايضا هنتكلم على بقى
التفكير بشكل عام عن لجنة التخطيط. كابتن محسن فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قبل مجيئه يعني ناس كتيرة كانت شايفة، أو مش ناس كتيرة، البعض كان شايف أن مستر فايلر لا يملك سي في قوي خلاص، ولكن 6 مباريات كانت كفيلة بأن يكون هناك بشاير جيدة لمستر فايلر. أنا بتكلم على كلام الناس ولا وجهة نظري ولا وجهة نظر، أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في هذا الموضوع فايلر. يعني أنا قلت عليه كلمة كده أو لفت نظري، أبو ضحكة جنان. أبو ضحكة جنان الراجل ده كسب حب الناس من ضحكته. شيء غريب، فما بالك لو وضع بصمته. شوف قد إيه هيكون مقدار حب الناس وتقديرهم لهذا الرجل. بدايته جيدة جدا، هادئ، طباعه ليست شرسة. وأفكاره جديدة. احنا أول مرة نشوف مدرب تقريبا بيلعب كل ماتش بتشكيل مختلف. ومع ذلك المستوى لا يختلف. المفروض علميا انه لما ما تثبتش التشكيل المستوى يتذبذب. لكن ده شيء غريب ان المستوى بيرتفع. ونظرته ثاقبة، قراراته سليمة، تغييراته مؤثرة، أداء الفريق معه في تحسن مستمر من جيد لجيد جدا لممتاز. وبالتالي أنا متفائل بهذا الرجل رغم أنه اسمه في عالم التدريب لا يوضع في القمة، ولكنه بالنسبة لنا احنا ممكن يصل إلى القمة، لأنه كل المدربين اشتغلوا في النادي الأهلي وصلوا للقمة، ولم يصلوا للقمة العالمية، لكن وصلوا للقمة في مصر محليا نعم. ومع ذلك فشلوا خارجيا، مفيش واحد منهم نجح بالخارج. عشان كده أنا بقول إيه، يعني دايما كلمة بقولها، يا بخته يا سعده يا هناء اللي بيشتغل في النادي الأهلي. يوفروا كل حاجة، الأجواء، الإمكانيات، النظم، الأسس، العناصر، البرامج، المساندة الجماهيرية، المساندة الإعلامية، يعني كل حاجة متوفرة. كل المدربين اللي اشتغلوا في النادي الأهلي حققوا، لكن الراجل ده بيحقق حاجة مختلفة ووصل لها بدري جدا. يعني كان المفروض أي مدرب بيبدأ عايز نعمل معاه مقارنة مع جوزيه مثلا. لأنه جوزيه على الأقل دلوقتي، يعني حضرتك قلت لي هيدكوتي وبعدين فايسا وبعدين جوزيه وبعد كده دي المحطة، وبعد كده حتى الآن البشاير بتقول إن فايلر مش بشكل جيد. حضرتك بتقول إن الثلاث محطات دول كانوا مهمين جدا، طبعا بينهم مدربين عباقرة كتير جدا، ولكن طبعا بتتكلم عن من الظلم إن احنا نقارن جوزيه بإنجازاته بمدة خدمته بفايلر. يعني لسه هو بداياته جيده، لكن لسه ما نقدرش نقول ان هو مدرب عبقري او مدرب اسطوره زي جوزيه. لكن خلينا نقارن ما بين الفتره اللي هو تولى فيها فايلر، اللي حتى الان يعني اشهر 6 مباريات وست مباريات الاولى لجوزيه. يبقى كده مقارنه عادله. اول ما جاء جوزيه اول 6 مباريات ما كانش جيد، اول سنه ما كانش جيد، أول سنة ما خدش الدوري ورجع تاني. ما خدش الدوري، رجع خد البطولة الأفريقية. مظبوط. وبالتالي فالمقارنة تصب بمصلحة فايلر في هذه الفترة، ست مباريات الأشهر. حتى الآن فايلر متفوق. إذا استمر هذا المعدل بالنسبة لفايلر أعتقد أنه هيتفوق على جوزيه في المجمل. ممكن يتفوق في المجمل لو خد نفس الفترة مع نفس الإمكانيات، مع عامل مهم، عودة الجماهير. أعتقد أنه ممكن يعمل إنجاز أكتر من اللي عمله مع عودة الجماهير. يعني خلينا نكون واقعيين يا إسلام، النجاح أي فريق متوقف على إمكانياته كأفراد، كلاعبين، إمكانيات الجهاز الفني، الإمكانيات المادية، الإمكانيات المتاحة من النادي، الإمكانيات المساندة من الجماهير، إمكانيات مساندة من الإعلام. النادي الأهلي عنده دلوقتي كل ده ما عدا الجماهير، مساندة الجماهير، وده العنصر الأقوى والأهم، أقوى من المدرب وأقوى من اللاعبين ليك كلاعب. وبالتالي احنا لابد ان احنا نسعى الى عودة الجماهير، ولابد انه الجماهير تساعدنا انها تعود، مش بس ان احنا عايزينهم يرجعوا، لا احنا عايزينهم هم كمان يساعدونا ان هم يرجعوا، لانه هم اللاعب رقم واحد في الموضوع. كونك انك انت تستمر في البعد لأي سبب كان
ليس في مصلحة فريق النادي، وبالتالي فالمقارنة تصب في مصلحة فايلر في هذه الفترة. المقارنة في المقومات الشخصية بين اثنين مختلفة تماما. ايوه، واحد نمطه عصبي واحد نمطه هادئ، مختلفة تماما. يعني ما تقدرش تقول الاثنين زي بعض. واحد بيحل مشاكله بالابتسامة وبالنظرة، وواحد بيحلها بالجرأة وبالكلمة وبالعنف وبالقوة، اللي هو جوزيه. فهمني؟ الثاني لا، عنده اسلوب ثاني مختلف. وعلى فكره مش المدرب القوي اللي صوته عالي طبعا، مش دايما طبعا، طبعا. ومش المدرب القوي اللي هو بياخد قرارات يعني فيها عنف وفيها اندفاع. ممكن يكون مدرب هادئ الطبع، رزين في تصرفاته، ودود في تعاملاته، يكون اكثر تاثير في نفوس اللاعبين عن الاكثر قوه. مش الاب القوي المسيطر، الاب الحنون المسيطر. وبالتالي فاعتقد يعني حتى الان أعتقد لو قلنا اربع شهور فايلر واربع شهور مانويل جوزيه، يبقى ريني فايلر هو الاقرب. بالفعل بالفعل، مع الاحتفاظ طبعا بما كانت جوزيه وانجازاته وخبرته وعطائه اللي هو ما حدش يقدر ينكره، لكن احنا بنعمل مقارنه في فتره زمنيه في فترة محدده. ان شاء الله بعد 7-8 سنين كده نبقى نيجي نعمل مقارنه ما بين على قد ده وقد ده. والله ممكن طبعا طبعا، لان المدرب على فكره النادي الاهلي مش مدربين اللي هو متعود يغير مدربين الا اذا فشل في تحقيق بطوله. مظبوط، ده هو الفيصل بالنسبه للجمهور وبالنسبه لاداره النادي الاهلي. أيوة. إيديكوتي قعد حوالي 8-9 سنين، جوزيه قعد 8-9 سنين. مزبوط. وبالتالي فالاستمراريه مرتبطه بتحقيق البطولات والانجازات. ايوه، انا كنت عايز تقول في حاجه نسيتني ومش هرتاح لما اقولها. لا لا، يعني احنا اتكلمنا عن احمد فتحي وكيفيه اكتشاف احمد فتحي. طبعا ما احنا اكتشفنا محمد صبحي، ما احنا اكتشفنا محمد عبد الله، ما احنا اكتشفنا محمد محسن ابو جريش، ما احنا اكتشفنا شريف عبد الفضيل، اكتشفنا حسن عبد الرب، ولكن يعني ما اشتغلش معانا كتير لانه كان متفرغ لمنتخب الاشبال ساعتها او الشباب. فيعني دي اسامي برضو وضعت تاثير علامات في كره القدم المصريه. طبعًا طبعًا, طبعا طبعا يعني، وكان برضو قرارات جريئه. هو احمد النهارده عشان عيد ميلاده كانت قرارات جريئه طبعًا. تخزت، لان ما كانش ممكن يعني اي مدرب ممكن ما ياخدش يعني محمد صبحي، ما كانش ممكن يعني لولا انه البرازي مشي ما كانش هيطلع محمد صبحي. ولكن قرار يعني كابتن في فتره المنتخب عفوا فتره المنتخب، هل بالفعل حضرتك رفضت في الفترة دي تاخد أبو تريكة أو ما شفتش أبو تريكة؟ ده سؤال مهم. أبو تريكة في الفترة دي كان في نادي الترسانة. مظبوط. وكنت بروح أتفرج على ماتشات في نادي الترسانة. عناصر نجاح لاعب مش بس إمكانياته. الفريق. إمكانياته المحيطة، المساعدة، الفرقة. أيوه. اللي بيلعب فيها. أيوه. مش كل اللاعيبة النجوم، أنا نجم عشان خاطر أنا نجم، لا، أنت نجم عشان خاطر أنت بتلعب في فريق كله نجوم. وبالتالي الفرقه دي هي اللي بتعمل نجوميتك. ابو تريكه حظه السيء انه كان بيلعب في فريق ترسانة، وفريق ترسانة كان بيعاني ساعتها وكان في الدرجه الثانيه وما كانش له نتائج جيده، وبالتالي اداؤه لما رحت اشوفه ما كانش ملفت بالشكل اللي هو ظهر عليه في النادي الاهلي. يعني كان لاعب، معلش يا كابتن في النقطه دي وانا اسف ان انا قطعتك في الحته دي، لكن هنرجع نكملها. يعني هل حضرتك تقصد ان اللاعب برضو عشان الدرس، انا بس اللي يهمني الناس بتبقى مهتمه جدا بالحاجات دي، الدرس في الموضوع ده ان اللاعب ممكن يبقى كويس جدا ولكن المجموعه اللي بتحيط بيه، اذا ابو تريكه الترسانه غير ابو تريكه الاهلي. طبعا طبعا فرق كبير في المستوى. انا لما شفته عنده قدرات جيده ولكن مش ظاهره، ملهاش تاثير في الفريق، الفريق ما بيكسبش، ما بيحققش الهدف المطلوب. وفي نفس الوقت في الفترة دي ما كانش في الكورة حاجة اسمها لاعب بدون عنوان. بمعنى في باك رايت، في قلب دفاع، في راس حربة، في جناح يمين، في جناح شمال، ما فيش لاعب حر. ما كانتش موجودة لسه في المسميات بتاع كرة القدم. أبو تريكة كان بيلعب في مكان غريب سابق عصره. سابق عصره. سابق عصره، لأنه موضة اللاعب الحر دي دخلت الكورة قريب 2002، ما كانتش ما كانتش موجودة. يعني انت لما تيجي تلعب حر، يعني نتكلم على ميسي بيلعب ايه؟ ميسي حر، لاعب حر، لاعب حر ملوش عنوان. حازم امام يعني في معظم
أدواره في نادي الزمالك راس حربة تاني وله شوية حرية، بس ما كانش لاعب حر زي أبو تريكة انك انت لك الحريه ان تلعب جهه اليمين جهه الشمال. حازم كان دايما يعني راس حربه تحت راس الحربه جهه اليمين شويه وجهه الشمال شويه، دي المساحه اللي بتحرك فيها. أيوه. ابو تريكه كانت مساحه الحركه بتاعته ما بين خط الهجوم وخط الدفاع، تخيل طولا وعرضا وعمقا، وبالتالي يعني بيدافع وبيهاجم. يعني عنده ادوار كثيره، لكن ما كانتش الموضه دي دخلت عندنا في الكوره. شيء ثالث كمان في الوقت ده كان العناصر الناضجه اللي عندها الخبره كتيره، فكان دوره لسه ما جاش، كان صغير في السن ودوره لسه ما جاش في المرحله دي. فلا مركزه كان موجود ساعتها ولا الخبرات بتاعته ولا البصمه اللي مع ناديه اللي تخليه يعني يبقى له دور مؤثر. مع الاعتراف الكامل بانه لاعب ممتاز، لكن الكوره ما كانتش لاعب محاور او لاعب فردي او لاعب صنع العاب فقط. يعني الكرة في هذا الوقت عندك واجب دفاعي تقدمه وواجب هجومي، هو ما كانش بيأدي الواجب الدفاعي. أيوه. عندوش، وبالتالي فلو تم استدعائه في المنتخب يبقى هنضطر نغير طريقة اللعب عشان خاطر تناسب قدراته، واحنا ما كناش منتخب البرازيل ولا منتخب ألمانيا ولا منتخب فرنسا عشان ندي لاعب حرية، يبقى انت بتلعب عشرة ما كانش. أيوه. ينفع، وبالتالي يعني تم تأجيل القرار إلى أن ياتي الوقت المناسب لضمه. فلما جه هو راح النادي الاهلي فلعب مع فريق عنده سيستم، عنده هدف، عنده طموحات للبطوله، بدا يبزغ، وبالتالي تمت الاستعانه به. فعمليه عدم الاستعانه به في عهد محسن صالح ليس قصور او انه اهمال من محسن صالح او عدم اكتشاف موهبه بالنسبه لمحسن صالح، لا، لانه هو زي ما انا قلت في هذا الوقت لم يكن في وضع يسمح له في الاختيار لطريقه اللعب المناسبه او على لاعبين اكثر خبره. يعني ادي لك مثل اخر. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم على ابو تريكه ازاي ما انضمش. تعرف قصه الحضري؟ انا اعرف قصص كتير للحضري. فأني قصه؟ ما حدش يعرف، ناس كتير ما تعرفش. أني قصه؟ قصة ظهور الحضري. ظهور البداية بتاعته. ظهور الحضري. اتفضل يا كابتن. اتفضل. ظهور الحضري. اتفضل. انا من المدربين زي ما قلت كنت بلف في الاقاليم بما فيهم الدرجة الثانية. ايوه. في يوم من الايام كان في مباراة ما بين نادي بورفؤاد ونادي دمياط. ايوه. فرحت اتفرج، وانت عارف انا بورسعيدي ودايما متواجد. متواجد هناك. فبورفؤاد يعني خطوتين وكان النادي بتاعي، فقالوا يا كابتن عندنا ماتش، وانا كمدرب منتخب قلت فرصه ان انا اشوف مباراه في الدرجه الثانيه. تعال بص اتفرج عليه. فرحت حضرت المباراه. أيوة. فاكتشفت قدرات لاعب تصلح انه يكون مشروع حارس مرمى. كان بيلعب في دمياط. كان بيلعب في نادي دمياط. كان بيلعب لاعب ولا كان حارس مرمى؟ حارس مرمى. حارس مرمى. أوكي. فبدات امشي وراه، لانه عشان تختار لاعب انت بتختاره بناء على يا توصية أو مشورة أو نصيحة. خلي بالك مفيش مدرب بيروح ويقوم مختار كده، معظم من الأوقات بيبقى فيه مدرب صديق مشجع، اتفرج على إسلام مثلا، في فلان في لعيب كويس قوي في النادي الفلاني، فالمدرب بيروح يشوف إذا بالفعل عنده القدرات والمواصفات فبيبدأ يمشي وراه. فبدأت أمشي وراه، لفيت وراه في ماتشات الدرجة الثانية. عشان مستوى اللاعب في ملعبه بيختلف عن مستواه في خارج ملعبه. صح. اتفرجت عليه جوه وبره جوه وبره، فوصلت القناعه انه هذا اللاعب يصلح لارتداء شعار منتخب مصر. أوكي. فتم اختياره لمنتخب مصر. تم اختياره لمنتخب مصر وكان تحت السن. كان الحارس رقم 5 في هذا الوقت، يعني كان في مصطفى كمال اعتقد الكلام ده. كان في احمد شوبير. لا ده كمان. وكان في نادر السيد، كابتن حسين السيد، وكان في سعفان الصغير، وكان في عصام عبد العظيم، وكان في حسن نصر، يعني كان في مجموعه بيخشوا وبيخرجوا. فتم استدعاء وضم عصام الحضري. لما جه عصام الحضري انضم معانا في معسكر تدريب المنتخب الاول لفتره، ثم راينا انه عشان يركب على الاربعه اللي قدامه هيحتاج وقت. فاتكلمت مع المسؤولين في اتحاد الكره انه عصام الحضري في الفتره دي يمثل منتخب مصر في المنتخب الاولمبي.
لفترة. كان مع كرول مظبوط، ينزل كان يشتغل، مصطفى كان عصام ومصطفى كمال يشتغل منتخب اولمبي، ياخد الخبرات والناس اللي عندنا دول يكونوا يعني يدوا كل اللي عندهم وبعدين يتم التصعيد. وبعدين نصيحه كابتن ثابت البطل، في حارس مدرب حارس مرمى كويس اسمه عصام الحضري، ده في ودن الكابتن ثابت اشتغل عليه. وقد كان، كان الكابتن ثابت ساعتها مدير الكره في النادي الاهلي. وقد كان وتم التعاقد معه وجاء النادي الاهلي، محدش يعرف انه انا مشيت ورا عصام الحضري من نادي صغير. فالمدرب يعني لابد ان هو مساحه الاختيار بالنسبه له تكون واسعه. ما تقتصرش، يعني في مدربين كتير للاسف بتركز على الاهلي والزمالك. ليه بيركزوا على الاهلي والزمالك؟ عشان خاطر الشعبيه هنا وهنا، عشان خاطر الاعلام هنا وهنا، عشان يبقى عنده حصانه هنا وهنا. وبالتالي يبقى بيغفل اختيار عناصر اخرى في انديه اخرى لها الحق انها تنضم. انا في الفتره اللي كنت ماسك فيها، في فتره كان في 2 اهلي واحد زمالك والباقي اقاليم. ودي عملت عليا رد فعل عنيف جدا. جماهير الاهلي غضبت، جماهير الزمالك غضبت، المسؤولين كانوا غضبانين، الاعلام كان غضبان. وبالتالي يعني البطانه مش موجوده، لان ما كنتش مؤمن انه يكون في بطانه. في ربنا، عايزك تقعد هتقعد، عايزك تمشي هتمشي، لكن مش همشي بالبطانه. وبالتالي فالاختيارات كانت معظمها فيها شفافيه، ما فيهاش مصلحه شخصيه او فيها خوف. والسبب الاخر انه انت كمدرب لابد انك انت تعي حقيقه تامه ومعروفه الان. يعني يا جماعه لابد ان احنا نقتنع ان معظم الانديه الكبيره دلوقتي بقت بتاخد العناصر من الانديه بتاعه الاقاليم. يعني ليه الانديه مسموح ليها انها تاخد لعيبه من الاقاليم ومحسن صالح في منتخب مصر ما ياخدش لعيبه من الاقاليم؟ كانت نظرتي انا او وجهه نظري انا كنظره التجار، لما اشتري من المنبع احسن ولا اخد من ايد تاجر في ايد تاجر في ايد تاجر لغايه ما توصل عندي يكون سعرها غلي وتكون يعني الجوده بتاعتها راحت. طيب هل ده يا كابتن هيكون تفكير الكابتن محسن خلال الفتره القادمه بشكل عام في النادي الاهلي؟ بالنسبه لرئيس لجنه التخطيط، يعني كرئيس للجنه التخطيط، هل ده هيكون التفكير؟ الزمن تغير دلوقتي. تمام، لكن الكلام ده ممكن يتاخد في اتجاه تاني. لكن انا من مدرسه برضو التقليديه شويه، بمعنى انه أنا مؤمن بأنه اللعيب اللي بتربى في النادي بيكون عنده يعني متشرب للأسس والقواعد والقوانين والأهداف. غير اللعيب اللي بيجي من بره بيكون يعني جاي عنده أهداف خاصة أكتر منها أهداف تخص الكيان. وبالتالي الاهتمام بالقاعدة لابد أنه يكون اهتمام كبير، لأنك أنت بتطلع على أسس. احنا بنتكلم على يعني أسس ومبادئ، لابد انه اللاعب او الناشئ يتربى عليها. ده المفروض في كل الانديه على فكره، انا مش بتكلم عن النادي الاهلي. انا بتكلم في اي نادي لابد انه يكون في القاعده دي يتم تربيتها باسلوب مختلف، انه يكون في انتماء، مش العمليه بقت احتراف وفلوس فقط. انا عندي ملاحظه كابتن اسلام وجدتها مبدئيا، انه من جيل الله يرحمه صالح سليم بدات العمليه المعادله تختل. بمعنى الجيل من عند صالح سليم وقبل كان كله من الكيان تقريبا، فيما عدا بعض استثناءات وبعض التعاقدات مع عناصر من الخارج، عنصرين ثلاثة. النسبة دي بدأت تختل أنا بعد دراسة. بس ده العالم كله يا كابتن. في العالم كله. تمام. وجدت إنه اللي متربي في النادي او ما يقال انه ابناء النادي، وانا ضد مقوله ابناء النادي، لان اللي بيجي بره ده برضه بيبقى ابن النادي، ولكن ابن النادي اللي طالع من تحت، رغم ان انا جيت من النادي الاهلي من بره، بيبقى ابن النادي متشرب لعادات وتقاليد النادي ده، المكان ده اللي اتربى فيه. غير اللي بره بياخد وقت عشان يتشرب. وبالتالي فالمعادله حسيت انها بدات تختل. انا عايز اعيد المعادله تاني، انه يكون في عناصر كتيره اتربت على القواعد والمبادئ دي تبدا في الظهور، ودي مرتبطه بثلاث حاجات يا كابتن اسلام عشان يتواجدوا في الاساس بتاع الموضوع.
نوعية الناشئ أو اللاعب اللي يتم اختياره. أيوه. دي بتلعب دور كبير. لو نوعية سيئة أو رديئة زي ما بيقولوا مش هتوصل. مستوى التدريب. يعني ممكن النوعية تكون جيدة لكن مستوى التدريب مش 100%، وبالتالي بيتأثر. وبعدين لما دول بيكبروا شوية بيبقى على وشك الصعود للفريق الأول. أيوه. فبتيجي جرأة المدرب بتاع الفريق الأول. إن هو شاف العنصر ده خلاص استوي. المفروض ياخده يلعبه في الفريق الأول. هنا بتحصل كات، مفيش حد بيخش. فده اللي أنا بدرسه. طب ليه مفيش حد بيخش فوق؟ أو العدد اللي بيتم ضخه في الفريق الأول أقل من الإمكانيات المتاحة. نادي الأهلي بيصرف كتير على القاعدة، وبالتالي لابد إنه يكون العدد اللي بيخش في الفريق الأول عدد مناسب أكثر من ده. إحنا هنبدأ نشتغل على هذا الموضوع، وهذا لا يمنع إن إحنا في عهد الاحتراف. أيوة. لابد من إضافة بعض عناصر. لما نشوف انه عندنا مركز ما فيش له مثيل من القاعده اللي طالعه، يبقى لابد انك انت تدور بره، تجيب من بره. وعشان تجيب من بره يبقى لابد انك انت توسع زاويه الرؤيه بتاعتك، مش بس انك انت بتبص في ناشئينك، مش بس انك انت بتبص للدوري اللي انت بتشتغل فيه، لابد انك انت توسع زاويه الرؤيه بتاعك لما هو خارج المنطقه بتاعتك. إذا كنت بتلعب مثلا مسابقات في منطقة القاهرة، لابد أنك أنت تبص في منطقة الجيزة، لابد أنك أنت تبص يكون لك عينين في منطقة الصعيد، في منطقة الساحل البحري، في إبلي، غير العيون الخارجية كمان خارج مصر خالص. دي العناصر الداخلية. أيوه. وبعدين في حاجة لعناصر محترفة أجنبية. مظبوط. يبقى لابد أن يكون عندك دراسة وافية للسوق اللي شغالين فيه، لمستوى اللاعبين اللي موجودين، لحاجتك انت، النقص اللي عندك اللي انت في حاجه ليه ضروري، لابد انك انت تشتغل من بدري. من بدري يعني لما تيجي تشتغل على مدرب ما تشتغلش قبلها بشهر، لابد ان يكون عندك قاعده من الاسماء المطروحه موجوده عندك في اي ظرف طارئ، زي ما حصل مثلا مع لاسارتي. يمشي لاسارتي لابد ان يكون واحد، ما ناخدش وقت طويل ان احنا ندور، يكون في عندك البدائل موجوده. كذلك بالنسبة لسوق اللاعبين المحترفين، لابد انك انت تكون عندك اطلاع على مستوى اللاعبين المحترفين المناسبين اللي ممكن يجي يلعبوا معاك حسب قدراتك، حسب قدراتك المالية. وبالتالي لابد ان الامور دي تكون موجودة بشكل مبكر. يبقى احنا اتكلمنا على مستوى اللاعب، لابد الانتقاء بشكل جيد بعيدا عن اي مجاملات. نمرة واحد. نمرة اتنين، مدرب جيد، ولابد انه يكون عنده سي في جيد، لابد انه هو يأهل نفسه جيد. ويعني انا في تفكيري انه يتم تأهيل ايضا المدربين، لابد نقوم احنا بدور، لان ممكن مدرب عايز يطلع عايز يتعلم لكن قدراته ما تسمحش، يبقى احنا هنوفر له التطوير ده من خلال برامج هتوضع، من خلال خبراء هييجوا يدوا محاضرات، من خلال مشروع هنشتغل عليه بحيث انه يكون في مكتبه ومحاضرات ومحاضرين لتثقيف المدربين. وبالتالي يعني تبقى المنظومة كلها يعني متكاملة في وقت مبكر. فيما يخص الفريق الأول، يعني إحنا كلنا مجندين بما فيهم قطاع الناشئين، من كل في النادي، من مجلس الإدارة للفريق الأول. فنحن كلنا ورا الفريق الأول، كلنا مسندين وكلنا مساعدين وكلنا هنشتغل للفريق الأول. ليس تدخل من الجهاز أو من اللجنة، ولكن إحنا ستاند باي. أنت محتاج نصيحة تسألني هقول لك اعمل كذا، انت محتاج تدعيم لاي مركز هتسألني هقول لك في عندك كذا، انا شايف انت محتاج ايه، لكن مش حاجه اقول للجهاز اعمل كذا، مش شغلي انا كرئيس لجنه، مش شغل اللجنه، لا احنا هنحترم الجهاز الفني اللي موجود وواثقين في قدراته، واثقين في مدير الكوره اللي موجود كابتن السيد عبد الحفيظ، احنا هنستمع وموجودين ستاند باي، يا جماعه احنا عندنا مشكله كذا، احنا جاهزين في كل الحلول، احنا جاهزين. وبالتالي شغل مكثف في الفريق من المدرسة للبراعم لأكاديمية لكل شيء بأسلوب علمي، وستاند باي تحت أمر الفريق الأول في تحقيق كل ما هو يطلبه وكل الدعم المطلوب لحل أي مشكلة أو للتعاقد مع أي لاعب في أي مركز. لابد أن احنا نكون جاهزين، وإحنا عينينا هتكون موجودة، إحنا عارفين الخلل فين، عارفين نقطة الضعف فين، عارفين النقص فين، لكن احنا مش هنفرض على فايلر أو الجهاز الفني يا جماعة اعملوا كذا، لابد ان هو يجي يقول انا عندي مشكله. لو لا قدر الله
نتائج ساءت حصل فيه منحنى هبوط، لابد ان احنا ندخل بالنصيحه ساعتها. تمام، هنتكلم اكتر عن لجنه التخطيط، لكن برضو خلينا نشجع الناس اللي معانا. كابتن اسلام بنحبك انت وخلوك كابتن محسن، يا ريت تدعو لطلبه الثانويه العامه. ما هو في حاجه ثانويه عامه اليومين دول؟ في امتحانات نص السنه. والله بنتي بتنتهي. عشان كده عرفت. بالتوفيق ان شاء الله. ملك. تحياتي يا كابتن ونجم الخلوق المهذب قولا وفعلا وقاما الكروية الفنيه الكبيره، ونثني على اداره النادي الاهلي اختيار هذا الكنز الفني لرئاسه لجنه التخطيط بالاهلي الا وهو النجم محسن صالح. خلودة بيست ماشي، عندما تمتزج المهاره والحرفنه مع حسن الخلق تكون الاجابه كابتن محسن صالح. كلام محترم جدا يا كابتن محسن، ده ابو مرام. منور الدنيا يا ابو الكباتن، ده محمد الصعيد. يا ريت يا اسلام الحلقه تكون بدري شويه، تكون 9:10 عشان احنا في الشتاء. هيوصل للدكتور محمد حاضر. شكرا لقناه الاهلي والكابتن اسلام، انا اللي بشكركم جدا، من اكثر الشخصيات المحترمه اللي عندها فكر فعلا الكابتن محسن صالح. محمود عبد الهادي. امير علي بكام على قصه عصام الحضري، بيقول لي قصه عصام الحضري دي محدش يعرفها خالص، انت مدرب قيمه كبيره جدا يا كابتن محسن. ده مرسي بيقول يا شاطر، قول للكابتن محسن احلى رد على الاهلاويه الجالسين في المنطقه الرماديه. تمام. طول عمر الاهلي صانع للرجال، ده محمد محسن. منصوره كلها بتحبك يا بروفيسور الكوره، نفسنا يا كابتن اسلام يا كابتن محسن انديه الجماهيريه ترجع ان شاء الله، ترجع وتبقى افضل من الاول. امير او علي بيقول حبيبي يا كابتن خبرات رائعه، اللي بيتشرف للاهلي يكسب اعمار فوق عمره. ده طه العبقري الخلوق محسن صالح، اهلا بيك وشكرا اليوم الثاني على التوالي للكابتن اسلام الشاطر. السيسي بيقول يا رب يشوف الرساله دي وانت اسمي حسن السيسي. ماشي اهو. دكتور وليد بيقول ما شاء الله يا كابتن حضور رائع وتالق ولباقه وموسوعه تاريخيه، حلقه للتاريخ. كتبتها امبارح وبعدها تاني، توحيد طريقه اللعب في مراحل الناشئين والفريق الكبير، تتم عمل معايشه للمدربين. ده لو يعني يمكن احنا ده بقى له حوالي 14 دقيقه بعت المسج دي، ف يعني رد الكابتن جاوبنا عليه. نعم جاوبنا عليه، حضرتك جاوبت كده. ثلاث محمد ثلاثه، تقييمك لفتره تمام هنبقى نتكلم عنها. كلامك كله حكم يا كابتن محسن، والله يا رب وشك يكون خير على النادي وتسيطر على كل البطولات في وجودك. بالنسبه للسؤال، مين افضل من وجهه نظر حضرتك كابتن، ميسي ولا رونالدو؟ اوه سؤال صعب. قبل بس طيب خليك تفكر ونروح نشوف التقرير عن لجنه التخطيط، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى قدامنا يعني اخر 10 دقائق في هذه الحلقه الممتعه، وان انا بشكركم دائما على التواجد معانا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نسال ميسي ورونالدو وناخد برضو بعض اسئله الجمهور بعد هذا التقرير. تفاءلت جماهير الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي خيرا بعد قرار مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتعيين الكابتن محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ليتولى المنصب خلفا للكابتن طه اسماعيل. لا شك أن الكابتن محسن صالح يمتلك خبرات هائلة وكبيرة بكل تأكيد تأتي بنتائج إيجابية على قطاع كرة القدم بالنادي، سواء على مستوى التطوير أو على مستوى التعاقد مع عناصر كروية مميزة، وذلك لما يمتلكه من رؤية ثاقبة ومتميزة. بكل تأكيد الملفات عديدة على طاولة الكابتن محسن صالح وأعضاء لجنة التخطيط على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالفريق الكروي الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات واللجنة الفنية من أجل اكتشاف المواهب. لا شك أن خبرات محسن صالح تؤهله للنجاح وبقوة في المنصب الجديد، خاصة أنه حقق العديد من الإنجازات الهامة والرائعة في تاريخ الكرة المصرية، وقدم للمنتخبات الوطنية أجيالا رائعة نجحت بالفعل في قيادة الفراعنة والفرق التي لعبت بها للتواجد على منصات التتويج. يأتي ذلك في الوقت الذي يراهن فيه الجميع على نجاح محسن صالح، لا سيما في ظل الأجواء الرائعة التي سيجدها داخل النادي والتي تساعد على النجاح وتنفيذ الفكر الذي يريد الكابتن محسن صالح تطبيقه داخل القلعة الحمراء.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. رونالدو ولا ميسي يا كابتن؟ مدرستين مختلفتين. الناس كلها ما تختلفش على ميسي، وانا بالظبط اعظم من انجبت كره القدم. افضل من رونالدو؟ مدرستين. رونالدو مدرسه مختلفه، اعظم من صنع من نفسه نجم لكره القدم. صنع لنفسه. انما ده صنع ربنا، ده موهوب وده مصنوع. رونالدو لو لياقته البدنيه نزلت شويه مش هتاخد منه حاجه. ميسي لو لياقته البدنيه نزلت هتاخد منه 50-60%. وبالتالي فده عنده الحلول وعنده الموهبه، ده عنده القوه البدنيه وعنده الاصرار والعزيمه. لكن ده جهده يحترم وده موهبته تحترم. طبعا. الناس دايما بتحب اكتر اللي يعني الهادي، اللي صوته حلو رباني، مش اللي صوته يعني مقبول وبيحاول يحسن فيه. وبالتالي انا بحب اشوف ميسي كمدرب او كعاشق لكره القدم اكتر ما بشوف رونالدو. اذا حبيت اعمل مقارنه من ناحيه الشخصيه، فانا يعجبني شخصيه ميسي اكتر من شخصيه رونالدو برضو. كجنتلمان في الملعب، كراجل هادئ، كراجل قائد، كراجل متواضع. انه النجوميه بتيجي لميسي بدون ما يسعى ليها. لكن انا اعتقد ان رونالدو بيسعى الى النجوميه بشراسه، بيوصل لها. وده جهد يعني يشكر عليه. لكن في فرق بين حاجه تلقائي وحاجه فيها مبالغه في السعي وراء تحقيقها. التاثير الفني للفريقين، للاثنين لعيبه على فريقهم عالي جدا. أيوة. يعني ريال مدريد بعد رحيل رونالدو تاثر كثيرا جدا. ميسي في غيابه برشلونه يصبح فريق عادي. شوف تاثير قد ايه، يعني اكثر من 50% من قوه فريق برشلونه، قوه فريق اليوفي او ما قبله ريال مدريد، كانت متوقفه على حضور رونالدو او حضور ميسي. اعتقد ان شعبيه ميسي كمان في العالم طاغيه. ميسي افضل يعني؟ طبعا من وجهه نظري. من وجهه نظر حضرتك؟ او يعني اعتقد يعني الناس اللي تحب الكوره او تحب فنيات الكوره تتحب تتفرج على ميسي اكتر يعني. كابتن محسن، يعني اخيرا وهو سؤال، اعضاء لجنه التخطيط كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو، اشراف عام طبعا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي، بتعملوا ايه يعني كابتن محسن؟ بتقعدوا، هل حضرتك عامل ملفات معينه لكل حد، كل حد ماشي في طريقه يعني بشكل عام طبعا، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني انت عارف انا ما بقاليش يعني ايام، يعني عملتوا اجتماعات النهارده؟ كان عندنا اجتماع يعني طويل شويه مفيد يعني. فانا في الاول يعني بحب اكتشف كل الظروف المتاحه، الايجابيات والسلبيات اللي موجوده، يتم دراستها، لانه يعني من اساسيات النجاح انك الاول كدكتور او كمعالج انك انت تكتشف العيوب، الغلط فين، السلبيات، ثم تسعى الى علاجها، وبعدين تعمل التطوير. ما ينفعش انك انت تعمل تحسين من غير ما تعرف ايه السلبيات اللي موجوده عندك. لانك ممكن تعمل تحسين تقوم تضيعوا السلبيات اللي موجوده لانك ما حلتهاش. فلابد ان احنا نحل اي سلبيات موجوده. ده اللي احنا بدانا نعمله بصفه جديد يعني على اللجنه او على الوظيفه، او ان انا ما كنتش متخصص 100% في هذا العمل، وان كنت انا خبير فيه، خريج تربية رياضية، عندي دراساتي، عندي محاضراتي، عندي دورات التدريبية، ولكن يعني المجال كنادي أهلي ما أعرفش إيه اللي فيه جوه، مش مطلع تماما يعني. فبدأنا نسأل إيه السلبيات اللي موجودة، بدأت أطرح الحلول اللي لابد إن احنا نشتغل عليها، بدأت يعني أضع بعض التصورات، لابد إن احنا نعمل 1-2-3 عشان نبدأ في تطوير القطاع اللي موجود تحت من ألف ليه، من أصغر حاجة لأكبر من حاجة، من أصغر فريق في الأكاديمية براعم إلى ما تحت الفريق الأول. يعني كل ده لابد أنه هو يتم الدراسة ودراسة السلبيات ووضع الحلول إذا كان هناك مشاكل.
فبدأنا هنمشي على الأمور دي. وهم طبعا يعني عملوا جهد مبذول جيد مع الكابتن طه اسماعيل في هذا المجال، فبطلع أنا على كل التقارير اللي كانت موجودة وبناقش اللجنة فيها، والنهاردة بدأت أضع بعض التصورات بالتشاور مع كابتن ناصف وكابتن زكريا وكابتن بيبو كابتن خالد بيبو. فأعتقد ان احنا ماشيين بشكل جيد. هيكون في كثافة بالنسبة للاجتماعات اكتر ما كان موجود، لان انا محتاج ان انا اسابق الزمن عشان ادخل في الصورة بسرعة. اتمنى ان احنا ننجح، ان احنا نحل كل المشاكل اللي موجودة. ان وجدت مشاكل اتمنى ان احنا نضع التخطيط مبكر للموسم القادم لجميع الفرق. رؤية مستقبلية من الآن، لأن الوقت أزف. أنت بتدخل دلوقتي في يعني في نص الموسم تقريبا، مش هنستنى لغاية نهاية الموسم وبعدين نشوف تقارير وبعدين نبدأ ندرس وبعدين نبدأ نضع التصورات. لابد من الآن نعرف إيه هي المتطلبات ونبدأ نحط الأساس بتاع البناء اللي هنشتغل عليه من الموسم القادم، مع تكملة هذا الموسم ببعض الحلول إن كانت هناك بعض المشاكل. كابتن محسن، مش عارف اقول لحضرتك ايه، ولكن شرفتني ونورتني، ومش انا لوحدي الحقيقه، كل جمهور النادي الاهلي، وكفايه حب الناس لحضرتك، والناس كلها مبسوطه بوجودك. يعني اول مره يومين ورا بعض، اول مره نعملها على فكره، يومين ورا بعض والناس كلها مبسوطه بوجودك، الناس كلها سعيده بوجود حضرتك معانا، ويمكن انا اكثر سعاده لان بقى لنا فتره ما التقيناش، فانا سعيد جدا بتواجد حضرتك، وانا عارف ان انت هتختفي بقى الفتره اللي جايه، يعني كمان هتكون جاي داخل اكيد تخش في المفرمه. ايوه بنقول، وبعد كده ربنا يكرمك ويديك الصحه يا كابتن محسن، وان شاء الله خلال الفتره الجايه نشوف بقى الكلام اللي حضرتك قلته ده ان شاء الله يطبق على الواقع ان شاء الله خلال الفتره الجايه. اخر حاجه عايز تقولها، يعني هسيب حضرتك للكاميرا لو عايز تقول لجمهور النادي الاهلي اي حاجه. يعني انا سعيد جدا بتواجدي في بيتي، يعني بعد طبعاً. بعد غربه طويله جدا، وكان لابد ان انا في اول ظهور اظهر في بيتي طبعا، احتراما لهذا المكان ولفضل النادي الاهلي علينا جميعا. واتمنى انه هذا التشريف والتكليف انه اقوم بهذه المهمه على اكمل وجه، ويكون في نتائج ملموسه. أيوة. في المرحله القادمه اتعشم انه الامور تسير بشكل جيد. اتمنى انه الفريق الاول الواجهه لينا كلنا، بالاضافه طبعا الفرق في الالعاب الاخرى مشرفانا طبعا، انه يحقق امال الجماهير، نستمر في تقديم العروض والنتائج الجيده اللي بتسعد الجماهير. اتمنى انه أسمع خبر حلو في عودة الجماهير لمساندة الفرق الرياضية والنادي الأهلي على وجه الخصوص، ودي محتاجة جماهيرنا إن هم يساعدونا في هذا الشأن. وإن شاء الله بإذن الله يكون في يعني لقاءات، ولكن ليست مكثفة كثيرا. يا رب. ده شرف. تقلنا على الناس حلقتين كتير. يعني شايف رد فعل الناس عامل ازاي، هتقتنع باللي حضرتك عملته امبارح والنهارده. يعني الحمد لله الحمد لله. فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن، شرفتنا ونورتنا ونورت بيتك مره ثانيه، والدعم كل الدعم لكابتن محسن صالح وللجنه التخطيط، سواء كابتن زكريا ناصف او كابتن خالد بيبو، كلهم اسماء محترمه الكل يعلم ان هم هيبذلوا اقصى مجهود خلال الفتره القادمه علشان يظل اسم النادي الاهلي فوق الجميع. يعني ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا كابتن محسن صالح. يعني انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. امبارح كانت حلقه طويله جدا، قعدنا حوالي ساعتين او ثلاث ساعات الا ربع تقريبا، والنهارده ساعتين مع كابتن محسن صالح. انا عارف ان حضراتكم عايزين ساعتين ثلاثه كمان، ولكن بكده كنا هنا حلقه النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الدعم واضح جدا على هاشتاج اسال كابتن محسن صالح، فانا بشكركم جدا جدا جدا، وان شاء الله نلتقي في حلقات ومفاجآت اخرى داخل او في قناه النادي الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. عاملين لحضراتكم كام مفاجاه كده، ربنا يكرمنا ان شاء الله وتكمل على خير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله انتظرونا غدا
بكرة إن شاء الله هنكون على الهواء مباشرة ساعتين أو ساعة ونص قبل مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي ضد منتخب غانا في واحدة من المباريات الهامة جدا للاستوديو التحليلي. هكون أتشرف بالتواجد مع حضراتكم في بكرة إن شاء الله. انتظرونا غدا وإن شاء الله تبقى حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.